وقال حدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا. وهنا مالك يأتي بفعل ابن عمر الذي روى الأحاديث في المواقيت. الأحاديث في المواقيت عن مين يا جماعة؟ عن ابن عمر بالروايتين. فمالك يأتي بابن عمر مع أن في القضية خلاف ابن عمر فيه عن علي وعن ابن مسعود وعن أم سلمة وغيرهم من أحرم من إيليا من بيت المقدس. ولذا جاء عن مالك كما أوردنا أن رجلا قال أريد أن أحرم من هنا يا مالك، قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنها أميال أزيدها. قال كونك تزيد شيئا تعتقد أنك زدت على فعل رسول الله هو الفتنة في الدين. ومن هنا يقول المالكي، يقول الباجي شرح الموطأ، مالك يفرق بين من يريد الإحرام قبل الميقات من قريب أو قبل الميقات من بعيد، فيمنع من يريد الإحرام من الميقات قريبا منه، لأنه كأنه تعمد المخالفة. المدينة وذي الحليفة متقاربة، والرسول أحرم من ذي الحليفة، إذن التزم بذلك. لكن بيت المقدس، وتعلمون أن المسافة من بيت المقدس إلى هنا تقارب 20 يوما بالإبل، ففرق بعيد. بين بيت المقدس وبين مكة شهر كامل، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج لما ذهبوا إلى أبي بكر يقول إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى إيليا وجاء في ليلته ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. فمسافة سفر نزل من الشهر 8 أيام أو 9 من هنا إلى مكة، تكون المسافة 20 يوم تأتي بها زيادة عن المدينة، مع أنك ستمر بالمدينة. فهنا ابن عمر أحرم بالحج كما في بعض الروايات عن أحمد، وبعضهم يقول بالعمرة، سواء بالعمرة أو بالحج، إنه أحرم قبل الميقات وجاء من بيت المقدس محرما. فمالك عنده أن ذلك يجوز لأن المسافة بعيدة، والذي يفعل ذلك لا يريد التعمد بمخالفة السنة، إنما يريد إطالة مدة الإحرام عليه، وهذه المدة لها أثر. ويستدل مالك وغيره ممن يجوزون ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، يعني تأتي للحج بسفرة من دويرية أهلك وتأتي للعمرة بسفر من دويرية أهلك، هكذا يرى علي رضي الله تعالى عنه. إذن علي يجوز الإحرام من دويرية أهلك، ودويرية أهلك خارجة عن إيش؟ عن المواقيت. ثم جاء عن أم سلمة فيما يرويه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وله الجنة. إذن هذه نصوص وهذه أفعال من السلف تجوز الإهلال من بيت المقدس. بعض الناس يقول لم يرد إهلال خارج المواقيت إلا بيت المقدس، إذن يكون ذلك خاصا ببيت المقدس. أما إذا أراد أن يهل من دمشق ولا القاهرة ولا كراتشي ولا غيرها، فهذه ليس لها ما لبيت المقدس من ارتباط الذي أشار إليه الحديث من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، لأنه ثاني القبلتين. إذن هناك ارتباط،
بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام جوز أن يكون الميقات أن يحرم من هناك، أما غيره فلا. ولكن الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عن عموم قوله من دويرية أهله يجعل جميع البلاد سواء. إذن مالك رحمه الله جاء بأثر ابن عمر ليشير إلى الخلاف في تقديم الإحرام عن الميقات، وهذا ينفعنا. ونحن اليوم نقدم في الطائرات ولا يتيسر لك أن تغتسل وأن تلبس وأنت في الطائرة، إذن بهذا الأثر بدل أن تختلف في الميقات وأنت ستأتي جوا ولن تهبط في ميقات ولا تعلم خط سير الطائرة لأنها تأخذ خطا هوائيا مستقيما، أما أنت في الطريق فتأخذ يمنة ويسرة بحسب الجادة وتمر على الميقات أو ما يحاذيه. إذن إن شئت أن تحتاط واستطعت مع الطيار أو ذي معرفة أن تتهيأ في بيتك أو في مطار بلدك بلباس الإزار والإحرام والاغتسال وكل شيء وتصعد إلى الطائرة وأنت متهيئ وعلمت أنك ستعلم ميقاتك قبل أن تجتازه، اجعل الإهلال حينما تجحاذي ميقاتك في الهواء ودونه تحريا حتى لا تجتازه. وإن خفت أو جهلت ولا تعلم فعليك أن تهل من مطار بلدك، المغربي من الدار البيضاء والباكستاني من كراتشي والمصري من القاهرة والسوري من دمشق إلى غير ذلك، حتى تضمن أنك أهللت من خارج الميقات قطعا. وعلى هذا يكون جائزا لك عند الحاجة. وبهذه المناسبة نقول خاصة لإخواننا السودانيين ومن سامتهم الذين يتركون الإحرام جوا وبحرا ويقولون إننا نأتي من سواكن أو من بورسودان تعادل جدة سواء، نقول لهم إن ميقات اليمن يلملم تحاذونه قبل أن تصلوا إلى جدة، فعليكم أن تهلوا قبل أن تنزلوا إلى جدة، وجدة ليست ميقاتا لأحد قط إلا لأهل جدة، فمن كان عنها شمالا أو جنوبا فميقاته له، إما كان شمالا فالجحفة وإن كان جنوبا فيلملم. وعلى هذا أخواننا السودانيين الذين يتركون الإحرام حتى ينزلون إلى جدة سواء في البحر أو في الجو يجتازون ميقاتا من المواقيت دون أن يحرموا، وهذا خطر عليهم. ففعل ابن عمر الذي أهل من بيت المقدس على ذاك البعد يعطينا الفرصة لأن نهل من بورسودان أو من الخرطوم أو من أي مطار داخل السودان ونأتي بإهلال صحيح دون تجاوز للميقات، والله تعالى أعلم. وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. قضية الإهلال للعمرة، يروي مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف أو التثقيل في الراء وكسر العين أو تسكينها، وهي موضع بين مكة والطائف. عمرة الجعرانة في سنة 8 بعد فتح مكة لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وغزوة حنين، حينما اجتمع مالك بن نوير وجمع هوازن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ذهب إليه، وكان من حظ المسلمين أو إرادة الله سبحانه أن جاءت هوازن عن بكرة أبيها رجالا ونساء وإبلا ونعما إلى غير ذلك، وعلم بها صلى الله عليه وسلم فقال هذه غنيمة للمسلمين. فلما انتهت المعركة وجاء راجعا
نزل بالجعران وقسم الغنائم، ومن هناك أحرم بالعمرة. الجعران أسبق إلى مكة من ميقات أهل نجد لأنها نجدية. ومن هنا مالك يأتي بهذا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وهو في طريقه إلى مكة وأنشأ العمرة من الجعران لم يرجع إلى الميقات الذي وراءه، ولم يدخل إلى الحرم بدون إحرام لأنها خارجة عن حدود الحرم. وفرق بين حدود حرم مكة وبين مواقيت الإحرام. فحرم مكة حرم دائم ثابت لحق المسجد الحرام، وهو من التنعيم إلى الجعران إلى أم السلم إلى الحديبية، هذه حدود الحرم إلى قبيل عرفة بقليل، هذه حدود الحرم التي يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر ويحرم فيها الاعتداء. وكانت العرب في الجاهلية تعظم الحرم فلا تعتدي في حدوده، ولو لقي الرجل قاتل أبيه في حرم الله لا يمد يده إليه لأنه أخذ الأمان ومن دخله كان آمنا. فالحرم بحدوده، أما المواقيت الإحرام فالمواقيت خارجة عن حدود الحرم، وحدود الحرم تختلف، تبعد من جهة وتقرب من جهة. والأصل في حدود الحرم قبل الإسلام، إن حدود الحرم لم تكن بوضع الإسلام ولكنها من قبل، والعرب يتوارثونها ويعرفونها. ويقول بعض العلماء في أصل تحديدها المتفاوت في بعض الجهات أن الحجر الأسود لما نزل من الجنة كان كالجوهرة مضيئة، وحيث انتهى ضوءه كان حد الحرم، فتفاوت تماوج الضوء من شرق إلى غرب وشمال وجنوب. أما مواقيت الإهلال فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرم بالعمرة، خلفه ميقات نجد قرن المنازل، وأمامه حدود الحرم، فلم يرجع لإهلاله إلى الميقات خلفه، ولم يترك الإهلال حتى يأتي إلى حدود الحرم، وأهل بالعمرة من حيث أنشأ، كما فعل ابن عمر في إهلاله للحج من الفرع من حيث أنشأ. إذن الحج والعمرة، من كان في منطقة داخل حدود المواقيت لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، بل يهل من مكانه حجا كان أو عمرة. بقي أهل مكة من أين يهلون؟ يقول العلماء المكي سواء كان ساكنا مكة أو قادما إليها، إذا كان يريد الإهلال بالحج يهل من بيته الذي يسكن فيه، بيته في مكة، في الأوتيل، في المسجد، في الطريق، حيثما يسكن يهل هناك، وليس بعد إهلال الحج للمكي طواف، يخرج إلى منى عرفات على طول. وإذا كان المكي يريد عمرة فالجمهور على أنه يخرج من حدود الحرم لا إلى المواقيت، ولكن مجرد حدود الحرم، ليصل إلى الحل ولو بخطوة كما يقول النووي، وينشئ الإهلال في الحل ويدخل محرما إلى الحرم. وأقرب المواقيت في الحل للحرم هو التنعيم الذي أعمر منه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة. ولهذا يقول العلماء المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل من أي جهة من الدائرة بكامله، وإن شاء إلى حنين، إلى الجعرانة، إلى عمرة القضية في غزوة حنين، في حنين
وهي على حدود الحرم من جهة الشام من جهة المدينة، والجعرانة على حدود الحرم من جهة اليمن من جهة الجنوب، أو التنعيم وهو على حدود الحرم من جهة الغرب، لأن هذه الجهات الثلاث مواقيت للنبي صلى الله عليه وسلم. الجعرانة أحرم منها، التنعيم أحرم منها عائشة، الحنين إيش اسمه هذا حقة الحديبية، الحديبية تحلل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بين الحل والحرم. وعلى هذا الذي يكون في مكة عليه أن يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة. لماذا؟ لأن العمرة في اللغة الزيارة، أنت تريد أن تزور حرم الله، تأتيه من حرم الله ولا الزائر يأتي من خارج البيت؟ الزائر من جاء من خارج، لا الزائر من داخل البيت. والحج يجمع بين الحل والحرم رغما بالقوة، لأن الحاج سيخرج إلى عرفات وسيرجع إلى الحرم لطواف الإفاضة والسعي. إذن كل نسك عمرة أو حج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. فإن كان حاجا وهو في مكة أحرم من مكة وخرج إلى الحل في عرفات ثم رجع إلى الحرم في الطواف والسعي، وإن كان آفاقيا فهو جاي من بعيد، جاي من الحل ومن بعيد من الحل أقطار بعيدة وسيدخل إلى الحرم فجمع بين الحل والحرم، وإن كان معتمرا، فإن كان آفاقيا فهو جاي من بعيد أساسا، أما إذا كان مكيا فيلزم عليه أن يجمع بين الحل والحرم. وكيف ذلك؟ يخرج إلى الحل ليحرم هناك ثم يدخل إلى الحرم ليتمم عمرته. ويؤيد هذه القاعدة عند الفقهاء ما فعله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما أصرت على أن تأخذ عمرة ليلة السفر من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من طواف الإيش، انتهى من منى ونازل إلى مكة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. لو كان يجوز الاعتمار من مكة لأعمرها من مكة وهم على سفر، لأنهم سافروا في تلك الليلة طواف الوداع بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح وصلى ومشى، إذن الوقت ضيق، ومع ذلك يرسلها إلى التنعيم مع أخيها واعتمرت هناك وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من كان بمكة ويريد الإهلال للحج أحرم من مكة، من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل ويدخل إلى الحرم معتمرا بالإيش، مهلا بالعمرة. والله تعالى أعلم. قال مالك رحمه الله ما يسوقه غيره في هذا الباب من صيغة التلبية بأي شيء يلبي الحاجة. وقبل المجيء إلى الصيغة فإننا نعلم جميعا أن التلبية هي شعار الحج، والتلبية في الحج بمثابة الأذان في الصلاة. وإذا تأملت ألفاظ كل من الأذان وكل والتلبية وجدت الأمرين يجتمعان في معان أساسية، حيث أنك في الأذان تبدأ بتكبير الله سبحانه ثم بالشهادتين ثم بالحي على ديني، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم تعود إلى تكبير الله، ثم تختم الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومهمة النداء للصلاة الشيء بالشيء يذكر، هو أنك تكون في عملك على اختلاف أنواع الأعمال وأسباب الرزق، في بيع وتجارة وشراء، تعمل على الربح وتجنب الخسارة، في صناعة وإنتاج، تعمل على جودة الإنتاج دون وقفه أو دون نقصه، في صناعة أجير بأجرة،
في مكانه يعمل فيه منصرف الى هذا العمل. فاذا جاء وقت الصلاة لو اطلقنا صفارة او اثرنا قذيفة في مكة او دققنا طبولة او دقنا قوت او نفق في بوت كما اقترح في بادئ الامر عند مشروعية الاذان لكان مجرد تنبيه فقط. ولكن انظر الى كلمات الاذان التي جاءت بوحي رآها عبد الله بن زيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ما جاء وعلى ما رأى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ماذا تعمل انت؟ تبيع تجارة بالملايين، تنتظر الربح بالملايين، الله اكبر من عملك ومن رزقك. تعمل في مزرعتك ترجو ثمارها، الله اكبر من تلك الثمرة التي تجدوها. تعمل في وظيفتك او مستاجرا عند انسان لتعمل عنده، الله اكبر من وظيفتك ومن رئيسك ومن يواظب عليك. اشهد ان لا اله الا الله تنطقها لانها العهد الذي بينك وبين الله. اشهد ان محمدا رسول الله هو الالتزام الذي التزمت به بين يدي الله، انك تطيع رسول الله وتعترف بالرساله. فاذا ما عصيت امره كنت عاصيا لمن ارسله. نحن نجد في السلك الدبلوماسي الدولة ترسل سفيرا لها يقدم اوراق اعتماد فيعتمد سفيرا في الدولة التي ذهب اليه. فاذا ما قالهم واحد قال واحد، اذا قال عشرة قال عشرة، لان رد كلمته هي رد لدولته لانه سفير عن امته يبلغ عنها. فاذا ما رفضوا كلامه كانت الانقطاع الدبلوماسي وكان الانعزال. اذا انت تعترف وتقر بان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله هو رسولك من عند الله. ربما هذا رق الاقرار ان تاخذ كل ما جاءك به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا هذا الرسول يدعوك بهذا الشعار لتؤدي الصلاة لله. حي على الصلاة، اقبل، حي على الفلاح. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وانت هنا جئت الى الميقات وتكررت واغتسلت وتهيأت بلباس الاحرام كانك مقبل على عمل جديد وواجبات جديدة في تكليف جديد دماؤه الفطرة التي يحكيها لباسه والذي وحد بينك وبين جميع بني ادم من وقت وقتك والذي تخطيت به الحوادث والذي ازلت به الفوارق وجعل المسلمين جميعا عربهم وعجمهم او عربهم وعجمهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم اميرهم ومامورهم شيئا واحدا. والكل يقول وينطلق لبيك اللهم لبيك، يقولها الجميع الزواسي. واذا نظرنا الى المعنى يقول العلماء لبى بالمكان اذا اقام به ولزمه، وانتقل في الاستعمال في اجابه النداء يا فلان لبيك، بمعنى انا مقيم على طاعتك وامتثال اوامرك فامر انا حاضر. اللهم لبيك يا الله انا البي نداءك ما تكرمك. لبيك وحدك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لا اطيع ولا امتثل ولا اسمع لاحد غيرك. ليه؟ ان الحمد والنعمه والملك لك يا
ذاته إلا الله. كل مخلوق حادث وكل حادث نافذ لأنه في حاجة إلى من يوجد ومآله إلى الفناء والعدم. أما واجب الوجود وهو الله فهو الكامل لذاته فهو المحمود سبحانه وجميع المحامد له. ولذا تقولها في صلاتك في كل ركعة الحمد لله رب العالمين. ربوبيته للعالم تذعن بها وتقر فموجب أنك تفرده بالتلبية والسمع والطاعة لأن له الحمد الجلال الذات. والنعمة هنا مفردة ولكنها يراد بها الجن. كل ما أنعم الله به عليك أو على غيرك فهي لله. وما بكم من نعمة فمن من؟ فمن الله. صحتك وعافيتك وغناك وهدايتك إلى دين الله القويم ومجيئك إلى الحج نعمة من الله. ما حباك من ولد، ما حباك من مال، ما حباك من هداية وتوفيق وصلاح حال وصلاح أولاد نعمة من الله. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. احذر في هذا الشأن. إذن الثناء الكامل لك لكمال ذلك. النعمة كلها لك يا الله. والملك، الملك لك لا شريك لك، لا في الإنعام على عبد ولا في الملك الذي يعيش فيه العباد. فإذا كان الملك لله وحده والنعم في الملك لله وحده تتوجه بالسؤال لمن؟ أجيب يا جماعة، هل تتوجه لمخلوق بعد ذلك؟ هل عند مخلوق النعمة؟ هل لمخلوق ملك شراكة في ملك الله؟ لا والله. ويأتي هذا إظهارا لعظمة الله سبحانه وحقه عليك. انظر في وجودك، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. من ينازع في هذا؟ من يزعم الشراكة في ذلك؟ لله ملك السماوات والأرض وحده شراكة؟ أم لهم شرك في السماوات والأرض؟ ما يخلق ما يشاء، لا ما تشاء أنت ولا غيرك. هل أحد يستطيع أن يخلق شيء؟ لا والله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هلم العالم بأسره يغاير هذا القانون. يخلق ما يشاء غاير مشيئة الله. عقبوا منجبا أو أنجبوا عقيما أو غايروا في الخلق. هو يريدها ذكر وأنا يقول أنا أجعلها أنثى. هو يريدها أنثى يقول أنا أجعلها ذكر. لا والله، لو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا ملائكة وإنس وجن على أن يغيروا ما بمشيئة الله ما استطاعوا، لأنهم خاضعون لإرادة الله. كل من في الوجود إيش؟ خاضع لله ولا لا؟ خاضع لله ويغير أمر الله؟ مستحيل، لأنه ضعيف. ربه عليم قدير، عليم بما يفعل، قدير على ما يفعل. وأنت هنا لتحاجة، يجب أن تخلع عنك كل رفقة ذل لغير الله. يجب أن تقطع علاقتك في السؤال، في الرجاء، في الخوف، في الطلب، في الدعاء لغير الله. والآن تتبلور شخصية جديدة مسلما مثاليا. لبيك يا رب وحدك لا شريك لك، أعترف بأن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي شيء بعد هذا يا إخوان؟ الحاج يستشعر هذا، كيف يكون حاله؟
هذا الارتباط، وهو ماذا يريد؟ إنما يريد نعمة تجلب إليه أو شر يدفع عنه. والنعمة التي تجلب إليك ليست إلا لله فلن تسأل غيره. كل من في الوجود لا يملك شيئا. إذا تحتفظ بالدنيا ليس معنى تحتفظ تعالى عليه، لا، تقطع أملك فيه. استغنى عن من شئت تكن إيش؟ أمير. تخشى ضرا، الملك لله، ولن يتحرك شيء في ملكه إلا بما يريد. إذا تأتي إلى سورة الفاتحة التي هي فتح المكان والقرآن العظيم. كذلك الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الحمد هنا وهناك. رب العالمين، العالمون جمع عالم، والرب المربي والمصلح والخالق والهادي وهو إلى آخره. إذن خلق ورب، رب بإيه؟ بنعمه. فرب العالمين فيها الاعتراف إن الحمد والنعمة. الحمد جاءت بذاتها، النعمة لك والملك، مالك يوم الدين. الدنيا أنت رب العالمين، ويوم القيامة يوم لا يملك إيه؟ تملك نفس شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تذهب السلطة والسلطنة والملك، لمن الملك اليوم؟ مالك يوم الدين. لم تبقى هناك تيجان ولا ملوك ولا رئاسة ولا شيء، الملك كله لله. إذا كنت في الدنيا تعترف أن المربي للعالمين هو الله وحمدته، وتعترف بأن ملك يوم مالك يوم الدين هو الله الذي يملك كل شيء فيه، فهل تتوجه بطلب النفع في الدنيا من مرغوب لرب العالمين؟ هل ترجو في الآخرة شيئا إلا من مالك يوم الدين؟ بهذا تتجه بهذا الإقرار، إياك يا رب العالمين وإياك يا مالك يوم الدين نعبد، لأنك المستحق للعبادة وحدك، لأنك رب العالمين وحدك، ورب العالمين أحق بعبادة العالمين من غيره. وإياك نستعين على كل ما كلفتنا به وعلى كل ما نريده ونحتاجه، ثم تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي دعاك إليه ليوصلك إليه. اهدنا الصراط المستقيم، وتبين الرفقة صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنبنا ذاك الطريق السيء. إذا حينما تطلب الهداية تمشي خطوة بسيطة، تجد الهداية المطلوبة أمامك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، ذلك الكتاب هو الهداية. وهذا الترابط بين السورة والسورة تجده في المصحف كله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قلت مالك يوم الدين إيمان بالغيب ولا بالحاضر؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إياك نعبد، الصلاة من العبادة ولا لا؟ ومما رزقناهم ينفقون، ليس الزكاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك، ما أنزل من قبله غيب ولا شهاد؟ غيب، ولكن آمنا بما جاءنا به القرآن، وبالآخرة هم يوقنون، مالك يوم الدين. أولئك على هدى من ربهم، الذين أنعمت عليهم أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. وهكذا أيها التلبية في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا سؤال، إذا كانت التلبية إجابة للنداء، أين النداء الذي تجيب عليه نعم يا ربي، لبيك يا ربي، أين هذا النداء؟ يقول علماء التفسير والفقهاء، حينما ينطق الحاج بقوله لبيك يا الله هو إجابة عن نداء سبق أن تلقاه، وليس اليوم، بل وهو في عالم الذر، قبل أن تحمل بك أمك، وقبل أن
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين يأتين من كل فج عميق. قال يا رب وأين يبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد الخليل جبل أبي قبيس ونادى في الناس: أيها الناس، إن الله قد كنى لكم بيتا فحجوه. فأبلغ الله نداء إبراهيم لجميع الخلق الموجودين والذين سيوجدون إلى يوم القيامة. قد يستبعد العقل كذلك، ولكن اجعل العقل في أجازه. إذا صح الخبر فالعقل يدرك ما في استطاعته، لأنك لو حملت شيئا فوق طاقته يحجز أن يحمله، وتلك الأمور الغيبية فوق نطاق العقل أن يكيدها لكن يعقلها. والله قادر، كما أبلغ، كما أخرج الذرية وأخذ عليها العهد، أبلغ الذرية نداء إبراهيم. وهكذا حينما أبلغ الله النداء للذرية أجاب من كتب له الحج لبيك، ومن أجاب مرة حج مرة، ومن أجاب مرتين حج مرتين، وهكذا. لتعلم أيها الحاج أن مجيئك مكتوب من قبل وجودك، فلم تأت بوفرة هذه، فكم تركت أوفر وأغنى منك مالا في بلدك، ولم تأت لعظمة جاهك، فكم تركت أعظم جاها وسلطة منك، ولم تأت بقوة بدنك وصحتك، فكم من مريض قدم وكم من معافى جلس. إذن هي دعوة من الله ومكروبية من الله منحك إياها، فها أنت الآن تأتي وفي الميقات تعلن إجابة ذاك النداء كما أعلنتها في عالم الزر، فأنت تعلنها في عالم الحس والوجود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ألست بربكم؟ بلى. لا رب سوى، الوحدانية لله، الربوبية لله. إذا أنت أيها الحاج في هذه التلبية بمثابة من يجدد العهد مع الله بأن لا يعبد سواه، ولا يرجو ولا يطمع في غيره، ولا يخضع ولا يذل إلا إليه، لأن النعمة كلها له والملك كله له، فلا قدرة ولا تصريف لغيره في ملك الله. هكذا كان إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك المصري: كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرباء إليك والعمل. كلمات من ابن عمر: لبيك وسعديك، السعد كله إليك، ولا نطلب السعادة إلا منك، والخير كله إليك. أنت الذي تمنح الخير فلا تسأله من غيرك، والرباء إليك والعمل. الرغبة ترغب في من؟ ترغب في إنسان لجاهه؟ ترغب في إنسان لماله؟ ترغب في إنسان لسلطانه؟ لا، ترغب إلى الله. وإذا قبل الله رغبتك بصدق توجهك إليه سخر لك كل ما تريد. والحديث القدسي: أقرب ما أو أفضل ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش، إلى آخره. كان سمعك لله وفي الله، وبصرك لله وفي الله، وحركتك لله وفي الله. وكما جاء في الحديث الآخر: وكان عبدا رب، وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فالعبد يتقى الله وأدى ما عليه واجتنب ما حرم عليه، أصبح عبدا ربانيا، أي يمتثل أوامر الله ولا يتجه لغير الله. وهذا أول شيء يعود عليك
في اعمال حجك ان تجدد العهد مع الله في صدق وفي صدق وقوة ارتباط مع الله، وتنفي عنك وتلغي من وجدانك وحسك كل ما سوى الله، لان كل ما سوى الله في حاجة الى الله، وكل ما سوى الله وانت في الحاجة سواء. اذا هذا عطاء الشعار في الحج، وكان صلى الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حال بعد حال. كان يمشي فنجد عند النزول يلبي، كان نازلا فارتحل عند الرحيل يلبي، كان ماشيا في الطريق فنزل واديا يلبي، كان في بطن الوادي فارتفع الى الشاطئ الثاني يلبي، كان ماشيا فلقي ربا او لحق ربا يلبي. كلما تجددت له حالة غير الحالة جدد التلبية معها حتى يأتي الى مكة. من يدخل من ميقاته بعمرة في أشهر الحج ويكمل عمرته ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من مكة ويحج من عامه ويرجع بسلامة الله. عرفنا المتمتع شو؟ المتمتع من يدخل من ميقاته بإيه؟ بالعمرة. ومتى يدخل؟ في أشهر الحج يدخل إلى مكة ويكمل العمر ويتحلل ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من جديد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بالضرارة بين العمرة والحج التمتع، هذا المتمتع يذهب من ميقاته إلى مكة، يطوف أول ما يصل إلى مكة طواف العمرة ركن فيه، ثم يسعى سعي العمرة ركن فيه، ثم يحلق أو يقصر للعمرة ركن فيه. كانت زوجته معه وتمتعت مثل وحلت هي أيضا، يقول الاثنين حلال لبعض ولا لا؟ حلال لبعض. لو كانت هي غير متمتعة وهو تمتع وتحلل وهي مفردة يبقى تحللت؟ لا. اذا عرفت المتمتع من هو. هذا المتمتع بعد ان يحلف ويقصر ويلبس ثيابا ويبقى حلالا في مكة، اذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة او قبل الايام يحرم من جديد من مكة من بيته الذي هو ساكن فيه ويذهب مع الحجاج الى عرفات. اذا سنرجع الى عرفات من جديد، نرجع الى الميقات. المفرد من اتى الى الميقات ولبى بحج مفرد لبيت اللهم حجا يمشي الى مكة،
فإذا وصل مكة طاف المتمتع طاف ولا لا؟ طاف. ولكن المتمتع طاف إيش؟ طواف العمرة وهو ركن فيها. المفرد بالحج يطوف ولكن طواف تحية الكعبة طواف القدوم. إذا طاف طواف القدوم وهو من واجبات الحج في تركه دم عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. مالك يقول هو سنة والجمهور على أنه واجب إذا تركه عليه فيه دم بعد أن يطوف طواف القدوم تحية البيت يذهب ويسعى سعي الحج مقدما. وإن أخر السعي حتى ينزل من عرفة مثلا فإذا سعى سعي الحج مقدما يبقى بإحرامه إلى أن يذهب إلى عرفة. خلينا نرجع المقدمة مرة أخرى. أما القارئ فهو في الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة معا اثنين مع بعض ويمشي إلى مكة. إذا جاء مكة يطوف طواف طواف العمر اللي هي مع الحج ولا طواف القدوم اللي هو للحج؟ هو شيء الاثنين. طواف العمر طواف قدوم عشان الحج. ليه؟ هذا القارن بعد ما يتوب هيحرج ويتحلى ولا هيبقى محرما؟ يبقى محرم ولا لا؟ والعمرة معلقة مع الحج حتى ينتهي معه. إذا طواف قدوم وليس طواف عمرة. إذا الثلاثة سيصلون إلى مكة معا ولا لا؟ والثلاثة سيطوفون معا. المتمتع طوافه طواف عمرة والمفرد والقارن طوافهما طواف ايش؟ قدوم. سيسعون جميعا ايضا. المتمتع يسعى سعي ايش؟ سعي العمرة. والمفرد والقارن يسعون سعي ايش؟ يسعيان سعي الحج والعمرة معا. المتمتع ماذا سيفعل؟ سيحلق ويصبح حلال. المفرد والقارن ايش يسوي؟ يبقى على احرامه حتى ايش؟ يكمل اللي عليه. فالمفرد والقارن سيبقيان على احرامهما بعد طواف القدوم والسعي والمتمتع سيحلق ويتمتع ويلبس ثياب. يوم 8 في ذي الحجة الكل سيذهب الى عرفة. اما المفرد والقارن فهما على احرامهما من قبل. واما المتمتع سيجدد احراما للحج. اين يحرم للحج؟ من بيته. وعلى بركة الله الجميع يذهبون الى عرفة. خليهم في دينهم العقد. نرجع للميقات. ليش نرجع للميقات وانتهينا منه؟ لا. حينما يلبس المحرم الازار والرداء. نقول انه احرم ولا تهيأ؟ تهيأ. حينما يقول لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا وعمر احرم ولا لا؟ احرم. حينما يحرم وينعقد الاحرام يتيه لوحة لسه كشف بيان. خذ يا حاج ممنوع عليك هذه القائمة حتى تتحلل من احرامك. فهمنا جماعة؟ يتيه بطاقة عند الميقات يخذها من المسجد الذي يحرم فيه. خذ هذه البطاقة وحافظ عليها. اعلم المحظورات التي يحرم عليك فعلها. ياخذ يقرأ ممنوع لبس المحيط. مفيش بدانيس ولا سروال ولا عمام. ممنوع حلق الشعر. ممنوع تقليم الأظافر. ممنوع عقد النكاح. ممنوع الاجتماع مع الزوجة. ممنوع قتل الصيد. وش هذه كلها؟ محظورات الإحرام. فينطلق من الميقات بعد انعقاد إحرامه بلبيك حجا أو عمرة أو هما معه وقد تلقى محظورات الإحرام يحرم عليه أن يفعل شيئا منها. إذن يا إخوان هذه أشياء ضرورية لأنها تعين عليك أن تعرفها حتى لا تقع فيها. لكل واحدة فيها غرامة.
الآن عرفنا لستة محظورات الإحرام. ومنها عدة أنواع النسخ جبناها عرضا. إذا عرفنا محظورات الإحرام يمشي الحاج في طريقه على أي حالة. تخيل إنسانا لبى لله وحده وأقر بأن النعم والملك لله وحده فلا يلتفت لأحد، ثم ها هو يكف يد الأذى عن كل شيء حتى من رأسه وظفر وغير ظفر في أسبوعه، يبدو هذه الإتلاف لا تتحرك لا تتلف شيئا ولو شعر. ثم إذا به زوجته الحلال له بكلمة الله وبعقد النكاح الذي أحلها له بعد أن كانت حرام وهي حلال، ولكن الإحرام يمنعه من استعمال حقه هذا الحلال فيكف امتثالا لأمر الله. هي حلال ولا مطلقة؟ زوجته حلال بعد ما يحلق شعره للسكر، إذا هي حلال، ولكن ممنوعة عليه أنت في الصيام في نهار رمضان مثلك في غيره مع زوجتك. الزوجة اللي كنت معها في الليل هي اللي عندك في النهار، هل أخذت حقك منها في النهار كما تأخذ في الليل؟ ما الذي منعك؟ الصيام، الصوم لي وأنا أجزي به. كذلك الإحرام في الحج، كما صورت نفسك في صورة العبد المطيع الممتثل لله في رمضان تخلو بنفسك، ليس معك رقيب ولا حزيب إلا الله، وأمامك الماء البارد والزوجة الحبيبة إليك، فتكف وتعف امتثالا لأمر الله. تخرج من رمضان عفيف ولا فاسد؟ إذا تعففت عن الحلال هل تتطلع للحرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأنت كذلك مدة إحرامك في فترة التدريب، فترة التحوير، فترة نقاهة، كنت مريضا بالشهوات، كنت دليلا للرغبات، كان الشيطان يؤشر إليك بأصبع فتخضع وتركع، ولكنك الآن في دور العلاج والنقاهة، في دور التخلص من تلك العبودية لغير الله، تتحرر من طاعية نفسك ومن رغبات هواك. الله يقول لك الزوجة اجتنبها على العين والرأس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول شيء الرفث وهو حديث النساء فيما يتعلق بعاطفة النساء من باب أولى الوطن من باب أولى عقد النكاح. فإذا امتنعت عن وطء زوجتك الحلال بكلمة الله منذ أن تعلن لبيك إلى أن تختم عملك برمي الجمرة وحلق الشعر والطواف بالبيت وانتهيت من المناسك، الذي يصوم هذه الفترة عن زوجتي وهي معه في فراشي، يبقى عنده قوة نفس وقدرة ولا ضعيف؟ أقوى ما يكون أن تتغلب على شهواتك ونزعاتك، ليس القوي بالسرعة ولكن القوي إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب، وأيهما أشد الغضب ولا الشهوة؟ الشهوة جنون، تحققه عن الشهوة حركت الصخرة ورفعتها عن فم الغار كما تعلمون في قصة المغرب الثلاث. إذا تمشي في طريقك عفيفا نقيا طاهرا، يأتيك الصيف، أحل الحلال في المطعم هو الصيف، ما تربيه في بيتك تسأل عن ثمنه، تسأل عن طعامه، هل أشبعته، هل أعطشته، هل عذبته، كل ذلك تسأل عنه. ولكن الصيد ترميه بسهمك وتذبح وتأكل لا تسأل لا عن قيمة ولا عن معيشة ولا عن شيء. سميت الله ولا بسم الله الله أكبر ورميت، بسم الله الله أكبر وذكيت، ذبحت وأكلت، أحل الحلال الصيد، وأحب ما يكون إلى النفس. ومع ذلك ترى الصيد فتكف يدك عنه، وقد امتحن الله هذه الأمة بالصيد ونجحت، وامتحن أمة أخرى
ابتلاه في التكليف. التكليف ابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة إبراهيم بإيه؟ ما هي جائزة الشرف؟ ما هي جائزة الشرف يعطاها؟ لا، ابتلي بالامتحان والتكليف فنجح ونفذ فكان أهلا للإمامة. كذلك يبلونكم الله بشيء من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. من هو حوان على الله ولا تجد الموجود عند الله؟ امتحان رقيبك، واشد الامتحان في نقمة العيش. انظروا الى امة قبلنا، بنو اسرائيل امتحنوا في الصيد يوم السبت، تأتي الحيتان شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فلا اسحب انت الصيد الصاد يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الايش البحث يحتون تجيك لهم شرعا ويتلاسفتون الأذاتين. فالعوء أثبت يأتكم بهذه الحيثان. ماذا فعلوا؟ يلقون الشباك يوم الجمعة فتعلق فيها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. قل ما فعلنا يوم السبت شيء. عقول عجيب لا ينحب علينا الآن. ماذا كان أمرهم؟ جاء نص القرآن والأمة هذه ليبلونكم الله بشيء من الصيد. لما خرجوا في عام الحديبية وهم محرمون بالعمرة قبل الحج، أرسل الله الطير تقع على قلبوس الفرس، وأرسل الغزلان تمشي بين أرجلهم تحديا. على عينك الآن تحدي، أنا أمامك. هيا قل من تدت يد واحد منهم على صيد يصيده. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هل عسيتم ان تقتل وما لنا لا نقاتل؟ ان الله قد بعثكم طالوت ملكا. طالوت ان لا يكن له الملك علينا حق بالملك من ان الله قد زاده بصره في العلم والجسم. فلما فصل بالجنود قال تعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه الا من ألف صغير فشربوا منه إلا قليل. نهر يجري ما هو ناقص لو شرب ولا افترق ولا تبتسم، لكن امتحان مبتليكم بماء ليعرف من يكف شهوته عن الماء طاعة لولي أمره لرسول الله للملك معهم، ومن لا يبالي بالأوامر ويعب حتى يشبع. ليش؟ لأنه لما ولي عليهم ملك كانوا كلهم موفقين ولا كان فيهم معارضين؟ أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه، ولم كانت مقاييسهم مادية. فالله رد عليهم لا، زادوا بصرة في العلم والجسم وهما مميزات القيادة. المال ما له شغل، فهنا كانت فيه مميزات القيادة فنصب ملكا عليه. وهو هل يلقى عدوا بقوم يعارضون في تنصيبه عليهم؟ يريد ان يمحصهم. من شرب منه فليس مني فليعتزل، ومن لم يشرب فهو معي اطمئن لقتاله معي، اطمئن لوجود النصح منه. اما اولئك الذين غير راضين هل ينصحون معه؟ لا. اذا تكف يدك عن الصيد وقد كف اصحاب رسول الله. اذا تترك الطيب. فاذا ما مررت بهذه التجربة تلك الفترة ثم عدت حلالا رجعت الى بلدك، هل اهل بلدك يخشون عليك من نسائهم وقد حملت منك زوجتك في فراشها؟ هل يخشون يدك ان تسفك دما وقد كفت عن دم الصيد المباح؟ هل يخافون منك ظلما؟ لا والله، تكون سلما دائما وابدا. وهكذا حينما تحرم
وتتجه الى الله وتلبي نداء الله، تخرج عن كل عادات قبيحة، وتترك عنك كل نوازع الشر والاعتداء، فتصبح فعلا كما قلنا ملكا في صورة انسان يمشي على الارض. حينما تقول لبيك اللهم لبيك، وتأتي الى البيت وتطوف ويصفى والمروة وتسعى، وتأتي الى الموقف في عرفات، تكون اهلا بان ينزل الرب سبحانه الى سماء الدنيا ويباهي باهل الموقف ملائكته. اظن الى هنا عرفنا محظورات الاحرام، عرفناها فقط، ولكن ماذا على الانسان لو انتهك حرمة من تلك؟ نرجع اليها مرة اخرى. محظورات الاحرام يا اخوان، منها ما فيه اتلاف ومنها ما لا اتلاف فيه. فالذي لا اتلاف فيه كتغطية الرأس سهوا او خطأ، ولبس المحيط سهوا او خطأ، والذي فيه اتلاف حلق الشعر او تقصيره، الاظافر، قتل الصيف، ما يتعلق بالنساء خليه على جانب. فمن فعل محظورا من محظورات الاحرام خطأ او نسيانا بلا اتلاف، كان غطى رأسه فنبه فكشف، او لبس قميصا فنبه فخلع، فلا شيء عليه. اما ما فيه اتلاف، وايضا اذا لبس غطى رأسه، لبس قميصا ونبه فقال اني مريض ولبسته لعذر، سيدين اللبس ولا فتر ويخلع؟ سيدين اللبس. اذا له ان يديم لبسه رخصة ويدفع القيمة فدية عليه، دم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. هذا في ايش؟ اللبس او تغطية الرأس، ولكن اللبس بحسب الحاجة، وفي حاجة الى قميص ما يروحش يلبس بدلة كاملة، في حاجة الى سروال ما يروحش يلبس ايش؟ جميع كل لباس، لا، ياخذ بقدر حاجته. ان احتاج الى كل لباس اخذ كل لباس، ان احتاج الى البعض يضيف اليه البعض الاخر. اما اذا كلبس ارتكب محظورا فيه اتلاف كحلق الشعر خطا ونسيان وعمدا ففيه فدية، الا ان الخطا والنسيان لا اثم فيه والعمد فيه اثم مع الفدية. فان كان حلق لعذر، العذر مبيح للحلق وعليه فدية ولا اثم عليه. ان قتل صيدا فكما بين تعالى فجزاء مثل ما قتل من العذر من يحكم به ذو عدل منه فديا بالغ الكعب، هذا حكم الله حكم فيه. اي صيد يقتله ينظر اهل الخبرة فيه كم يساوي من النعم، اذا قتل غزال ايش اللي يعادلها من بهيمة النعم؟ ها؟ الان قتل نعامة ايش يشبهها بخلقة؟ الجنة. اهبها قتل حمار وحش، بقر الوحش ايش يعادله؟ بقرة. وهكذا قتل حمامة، قتل يمام، ماذا يعادل ذلك؟ ما يعادله من بهيمة الأنعام يكون جزاء للصيد. إذا جاء الحج ماذا يكون عليه؟ إن كان ما دون الجماع وليس هناك إنزال فعليه دم وحجه صحيح، وإن حصل الإنزال فالحنابلة يقولون دم عليه بدنة وحجه صحيح يمشي فيه. إن حصل الجماع أنزل أو لم ينزل وكان قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه ويمضي فيه على فساده، وعليه بدنة وعليه حج من عام قادم. إذا عقد النكاح لابنته أو أخته أو لنفسه وتزوج، العقد باطل لأن المنهي عنه فاسد. وهكذا محظورات الإحرام ومن ارتكبها. إذا يمضي الحاج محافظا على إحرامه مجتنبا محظوراته إلى أن يصل مكة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إفراد الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وحده وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال حدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. مالك رحمه الله من دقة فقهه بدأ بحث المسألة بنوع النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول خرجنا نا هنا نون الجمع وليست للعظمة خرج جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أرادوا الحج معه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وهي حجة واحدة حجة الوداع فمنا من أهل بيش بعمرة أي متمتع ومنا من أهل بإيش بحجة وعمرة مع قارنا ومنا من أهل بإيش بحجة أو بحج وحده. يبى الركب الذي في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعيته كانوا جميعا على نسك واحد ولا أخذوا بمجموع الأنساك الثلاثة؟ أخذوا بمجموع الأنساك الثلاثة. إذن لا يحق لإنسان مهما كانت شخصيته أن يعترض على شخص في نسك من الأنساك الثلاثة لأنها موجودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا الأمر سليم وصريح. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله ثلاثة لا ينبغي الخلاف فيها بين الناس وذكر أنواع الأنساك. هذا يهل بمفرد وهذا يهل متمتع هذا يهل قارن لا ينبغي لأحد أن يعيب عليه. والصوم في السفر وألفاظ الأذان لأن ألفاظ الأذان جاءت بابن محظور في مكة بألفاظ صحيحة صريحة عند الشيخين وعند مالك وألفاظ الأذان في المدينة عبد الله بن زيد جاءت بألفاظ صحيحة صريحة وبينها مغايرة في المجموع فمن أخذ برواية مكة ومن أخذ برواية المدينة كلها ألفاظ صحيحة لا ينبغي أن يعيب أحد على أحد. وكذلك الصوم في السفر والفطر فيه كنا نسافر بعد ذلك منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. موضوعنا أنواع الأنساك. وعلى هذا مبدئيا حديث أم المؤمنين يقرر لنا إيش منا من أهل ومنا من أهل ومنا من أهل والعبرة ورأس الأمر إيش وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش بحجة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ إلى الآن خلينا خطوة خطوة. إلى الآن في حديث عائشة هو مفرد ننتقل خطوة أمام. نعم. و...
قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أما من أهل بعمرة فحل. تفصل لنا أم المؤمنين ما أجملت من أنواع الأنساك. طيب وش سويت بعد هذا؟ تقول: أما من أهل بعمرة فحل، يعني جاء إلى مكة وأكمل العمرة وتحلل، زي ما قلنا أمس ولا لا؟ طيب نعم. قالت: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما من جمع بين الحج والعمرة أو أفرد الحج فقط وجاء إلى مكة فلم يحل، يبقى القارن والمفرد لا يحل بمجرد مجيئه مكة، فما أحلوا حتى يوم النحر. يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ولا قبله؟ إذن بعد مناسك الحج وبعد الوقوف بعرفة، ويوم النحر يرمون جمرة العقبة وينحرون ويحلقون الشعر وينحرون الهدي، وقبل أن يذهب إلى البيت تحلل التحلل الأصغر. إذن هنا في هذا الحديث ثلاثة أشياء: أنواع الأنساك، حكم كل نسك، نوعية نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ساق مالك هذا الخبر: من أهل بإيش؟ بحج مفرد ثم أراد أن يهل بعده بعمرة، يعني ينسلخ من الحج إلى عمرة في الصورة التي فعلها أصحاب رسول الله، لا يجوز له اليوم. ليش؟ لأن ذاك العمل كان لتشريع وقد استقر. هكذا يقول مالك رحمه الله. أما العكس، يكون محرما بعمرة ويريد أن يدخل الحج على العمرة، عند مالك جائز. نرجع المسألة الأولى: الصورة التي منعها مالك جائزة عند غيره، بشرط أن يكون قارنا لا أن يفسخ الحج. فلو أهل بحج وأراد أن يصبح قارنا فلا مانع، لأن الرسول كان مفردا وصار قارنا، وليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعليه الهدي. وأما إذا كان مهلا بعمرة وأراد أن يدخل الحج على العمرة فهذا جائز عند مالك وعند غير مالك. وسيأتي لمالك إن شاء الله ما وقع لأم المؤمنين عائشة. خرجت من المدينة متمتعة، كانت مهلة بالعمرة فقط، فلما جاءت إلى سرف قبل مكة بمرحلتين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة، وجدها تبكي. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفستي، يعني حطي. قالت: بلى. قال: لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، اغتسلي وقولي حجة في عمرة. كانت متمتعة وهي الآن قد حاضت. لماذا؟ لأنهم إذا دخلوا صبح رابعة إلى مكة، قدامها أربعة أيام في مكة ويومين قبل مكة، يبقى كم؟ ستة أيام. والعادة المتعودة عند النسوة سبعة أيام. إذن سيأتيهم الصعود إلى عرفات صبح رابعة، يعني باقي على إيش؟ باقي على الوقفة إيش؟ أربعة أيام. اليوم الثامن حيخرجون. في على هذا النحو الوقت لم يسع أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتتم عمرتها ثم تنشئ حجا من جديد. لو انتظرت لفاتها الوقوف في عرفات. وهل تضيع الحجة؟ لا، أدخل الحج على العمرة. وأدخلت الحج على العمرة
وجاءت إلى مكة قارنة، هي بحيضتها لا تستطيع أن تطوف، وبقيت وطهرت عند عودتها من عرفات بمنى، وقفت بعرفات وهي حائض، ونزلت إلى منى ويوم العيد طهرت. حينئذ هي قارنة وطهرت يوم العيد، تستطيع أن تطوف ولا لا؟ تنزل تطوف طواف الحج والعمرة وتسعى سعي الحج والعمرة. وعلى هذا كل من بدأ بالعمرة وأراد إدخال الحج على العمرة جاز عند الجميع، ولكن قبل أن يأتي من العمرة بأغلب نسكها، إذا جاء وطاف بالبيت للعمرة ثم خرج ليسعى فبدا له أن يدخل الحج على العمرة، نقول له لا. لكن إذا بدا له قبل أن يشرع في الطواف، نقول نعم، لأنك لسه إلى الآن في منطقة النية ومنطقة الإهلال، ولم تأتي بعمل فعلي للعمرة حتى ينفرد بها. فإذا أراد أن يدخل الحج على العمرة قبل بدئه بالطواف، لا مانع في ذلك. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي المغضب يقول لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة معه. فخرج علي وهو مغضب وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معه. يروي لنا أن عليا رضي الله تعالى عنه أتاه فلان بن الأسود وقال: أما سمعت يا علي ما يقوله عثمان بن عفان وهو الخليفة؟ قال: ماذا يقول؟ قال: ينهى عن القران بين الحج والعمرة، يعني يأمر بالإفراد ويمنع أن يقرن بين الحج والعمرة. هذا شيء جديد، احنا كنا نقول الثلاثة جائزة، وهذا عثمان ينهى عن واحد. فدخل عليه علي يقول بيانا للصورة: ينجع بكرات جمع بكرة وهي الناقة الصغيرة، دقيق وخبط، الخبط ورق الشجر، يأتي الإنسان بالعصا ويضرب الأغصان فيتساقط الورق، كن بعيد عن الناقة ما تحصلوش، فيجمع هذا الورق ويجيب الدقيق ويربه في الماء ويخلط الماء مع الدقيق مع الورق ويسقيه للإيش؟ للناقة. يقول: ولا أنسى حينما دخل علي وعلى يده أثر، يعني ما انتظرش حتى يغسل يديه، ودخل على عثمان بهذه الحالة. سبحان الله، علي بن أبي طالب ينجع البكرات، واحد منكم يعرف يسويها ولا يستكبر؟ ويدخل بها على عثمان أمير المؤمنين فيقول: أنت يا عثمان يا خليفة رسول الله، يا من حج مع رسول الله الخليفة الثالث، تنهى عن القران بين الحج والعمرة؟ قال: هذا رأيي، أنا رأيت هذا، ما بقول حرام، أقول أنا رأيي هذا، من شاء أخذ به ومن شاء ترك. فإذا بعلي يقول: تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا وعمرة معا، أعلنها فعلا. في بعض الروايات عثمان يقول: أردت مخالفتي؟ قال: والله ما أردت مخالفتك، ولكن أردت أن أبين سنة رسول الله. مالك والشافعي يجي هنا ويقف: تعالوا على عثمان ينهى عن القران، وانت أبو حنيفة تقول القران أفضل. سيأتي أن عمر كان ينهى عن التمتع، وسئل قال: هذا رأيي، مش المسألة مسألة رأي، اجتهاد من عثمان ومن عمر لأي شيء. أما عثمان فيقول: أريد أن يفرد الحج بسفر مستقل، وأن تفرد العمرة بسفر مستقل، لأن ذلك أفضل للنسكين وأكمل.
مع أن علي وفقهم في هذا. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك. وعمر يقول نهيت عن التمتع ليكثر الوافدون إلى بيت الله. يأتي للحج ويرجع، بعد يجي للعمرة ويرجع، بدل ما يجيبهم الاثنين في سفرة واحدة. يبقى اجتهادهم لحكمة ولرأي ارتأوا، لم يحرموا هذا الأمر ولكن نهي اختيار واستحسان. فإن شئت أفردت كل منهما بسفرة وهذا بإجماع المسلمين أفضل. إن استطعت أن تأتي بعمرة في سفرة مستقلة ثم تأتي للحج بسفرة مستقلة، لو حكمت نفسك وجاء الآخر متمتعا وانتظر حتى حج من عامه وسافر ورجع، أي النسك أي شخصين أفضل؟ ها؟ اللي جاب كل واحدة بسفرة مستقلة وتأشيرة وتذكرة وجواز وجاءوا، ولا اللي جمعهم كلهم في رحلة واحدة ها؟ تذكرة ذهاب وإياب للاثنين؟ ها؟ يبقى اللي أفرد كل واحدة منهما بسفرة مستقلة يكون أتم لعمرته ولحجه. إلى هنا يا إخوان انتهى موضوع بيان المفاضلة بين الحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، وعرفنا مسلك الأئمة الأربعة وهذه أدلتهم، ويكفي هذا القدر في هذه المسألة. وقد أطلنا فيها لأننا نجد بعض المتأخرين يلزمون بعض الناس بأن يفسخوا الحج إلى عمرة متمتعين، ويقول الرسول أمر أصحابه، نقول على العين والرأس، ولكن الرسول أمر لبيان تشريعي جديد، وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم في جمع أصحابه وبإجماع من المسلمين جاءوا بعد هذا الأمر مفردين الحج. إذن الذين يتعرضون للمفردين بأن يتحللوا إلى عمره ما فقهوا سنة رسول الله ولا عملوا بسنة الخلفاء الراشدين، وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع ما جاء في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبدأ الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث الذي يبين فضل كل من العمرة والحج، وبيان فضائل الأعمال من دوافع العمل والإقدام عليه والحرص على أدائه. وفي هذا الحديث قاعدة عامة عند العلماء وهي مكفرات الذنوب، فيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعلوم أن الجنة هي غاية ما يتطلع إليه كل مسلم، وإن كان هناك ما هو أعظم منها وهو الإنعام على من شاء من عباده بالنظر إلى وجهه الكريم، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا لأهل الجنة. وما حديث العمرة، العمرة إلى العمرة، البحث فيه من جانبين: الجانب الأول التوقيت للعمرة، والجانب الثاني ما يترتب على العمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى، وإلى حرف غاية، وبين العمرتين في هذا الحديث لم يتحدد زمن، أهي في كل أسبوع، أهي في كل شهر، أهي في كل سنة، أهي في 5 سنوات، في 10 سنوات. حيثما وقعت عمرة وجاءت عمرة أخرى فالعمرتان فيما بينهما مكفرات للذنوب. وهذه
المسافة أو هذا الإطلاق في الحديث عن التوقيت هو دليل الجمهور على جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، بخلاف ما نص عليه مالك في آخر الباب أنه لا يستحب تكرار العمرة في السنة مرتين. ولكن سيأتي وجهة نظر مالك في هذه المسألة عندها إن شاء الله. إذن الجزء الأول من هذا الحديث يؤخذ منه أنه لا مانع من تكرار العمرة ولا توقيت لها، إلا أن العلماء يستثنون زمنا معينا فقط من عموم السنة، ألا وهو أيام التشريق ويوم عرفة التي هي مختصة بأعمال الحج، فيوم الثامن من ذي الحجة وبعد ثلاثة أي الرابع عشر أي من الخامس عشر من ذي الحجة، كل هذا من 15 ذي الحجة إلى السنة الثانية 8 من ذي الحجة، كل هذه صالحة لأعمال العمرة. أما يوم الوقوف بعرفة، يوم عيد النحر، ثلاثة أيام من أيام التشريق، فهذه يقول العلماء اليوم الأول والثاني من أيام التشريق قطعا لا يصح لإنسان أن يأتي فيها بعمرة، لأنها مشغولة برمي الجمرات. اليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو يوم التعجل الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يوم العيد هذا 10-11 أول أيام التشريق، 12 ثاني أيام التشريق، هذه باتفاق العلماء 11 و12 لا عمرة فيها. ثالث أيام التشريق وهو 14 من إيش؟ من ذي الحجة، هو التعجل الأخير، هل يجوز أن يأتي بعمرة فيها لمن تعجل أم لا؟ فبعض الفقهاء يقول لا يجوز، لأنه من خصائص الحج وفيه ترمى الجمرات. وبعضهم يقول من تعجل بذاته وانتهى من أعمال الحج لم يكن مطالبا باليوم الثالث من أيام التشريق، له أن يأتي بالعمرة في ذلك اليوم، وما عدا ذلك من الأيام طيلة السنة فهي محل للعمرة صالحة لها، بخلاف الحج. الحج كما بين سبحانه أجفر معلومات. ولذا من أحرم بالحج قبل شوال الذي هو أول شهور الحج، يختلف العلماء، منهم من يقول يصح ومنهم يقول لا ينعقد حجا ويبقى ويلزم بالإحرام وينقلب الإحرام لما يصلح له في زمنه، ألا وهي العمرة. كمن أحرم بصلاة العشاء الآن لا تصح صلاة عشاء، ولكن تنقلب إلى نافلة لأن الوقت وقت نافلة فلا بأس في ذلك. إذن العمرة ليس فيه توقيت بين العمرتين، والسنة كلها صالحة لفعل العمرة ما عدا الأيام التي هي من خصائص الحج، 9 في الوقوف، 10 يوم النحر، 3 أيام التشريق، اليومان الأولان باتفاق، واليوم الثالث على إيش؟ على خلاف. هذا مبحث إيش؟ توقيت الإيه؟ العمرة. وقلنا من هذا التوقيت أخذ الجمهور ما عدا مالك جواز الإتيان بالعمرة أكثر من مرة في الإيش؟ في السنة الواحدة. ومالك له وجهة نظر في هذا نبه عليها في آخر الباب، وسيأتي الجواب عليها وبيان وجهة نظره فيها إن شاء الله. بقي ما يترتب على العمرة كفارة لما بينهم. الكفارة مأخوذة من الكفر، والكفر الستر، ومنه الكفر، لأن الكافر يستر حق الله عليه، ومنه سمي ظلام الليل كافرا في ليلة كفر النجوم غمامها أو ظلامها، يعني غطاها وسترها. ومنه في اللغة يقال للزارع كافر لأنه يستر الحبة في التربة ويغطيه. إذن كفارات أي تغطي الذنوب، وليس المراد تغطيتها وتبقى تحت الغطاء، بل محوها وإزالتها وعدم المؤاخذة عليها.
وفي هذا الحديث أو في هذا المعنى بحث من جهتين: عموم الذنوب أو خصوصها، وحقوق ما كفارات لما بينهما في حقوق العباد ولا في حقوق الله سبحانه وتعالى. لنعلم أن الحق على الإنسان أو الأعمال قسمان: حق لله على العبد وحق للعبد على العبد. فكفارة لما بينهما أي من الذنوب، أي أنواع الذنوب؟ وهنا البحث: الذنوب عامة فيما هو من حق الله وحق العبد، الذنوب عامة كبائرها وصغائرها، أم الذنوب في حق الله فقط والصغائر فقط؟ فمن أخذ بظاهر هذا اللفظ قال بالعموم في الجميع: حق الله وحق العباد والكبائر والصغائر. ومن نظر إلى بعض النصوص الأخرى قال لا، هذه خاصة بالصغائر وبحق الله. إذن البحث هنا في تحديد مدلول بينهما، أي شيء من كفارات. وهناك بعض الروايات أو التي احتج بها من يرى التخصيص أن حق العبد، يقولون حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الميت في بادئ الأمر، حينما كان يموت الميت ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فيسأل أعليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا عليه أنتم، إن قالوا لا يصلي عليه. حتى جيء برجل وقيل عليه ديناران قال صلوا عليه أنت، فتبرع عنه علي رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله صل عليه، والديناران علي أنا في ذمتك. قال: في ذمتك وبرئت منهما ذمته يا علي؟ قال: بلى يا رسول الله، فصلى عليه. هنا موجب هذا أن هذا حق من حقوق العباد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتفر له أو لم يصلي عليه لأنه لا زال مدينا بهما. طب وش علاقة هذا بالعمرة؟ علاقة هذا أن المكفرات كما قيل ليست خاصة بالعمرة، لأنه جاء: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، على أساس المبدأ الأساسي الحسنة بعشر أمثالها، والجمعة يوم من سبعة والحسنة بعشرة أمثالها، فالجمعة إلى الجمعة سبعة وتزيد ثلاثة أيام. وجاء رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وجاء في مكفرات الذنوب أشياء عديدة، وجاء في الوضوء: إذا توضأ فغسل كفيه تناثرت ذنوب كفيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا تمضمض، وتقدم لنا هذا الحديث في أول الموطأ، فإذا غسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، أي ما نظرت عينه وما نطق لسانه وما سمعت أذنه إلى آخر، وإذا غسل يديه كذلك في هذا كله، فيتوضأ وينتهي، فإذا صلى ركعتين خرج من جميع ذنوبه وكانت صلاته وممشاه إلى المسجد نافلة له، يعني زيادة في الخيرات له. فهنا أيضا مجموع المكفرات التي جاءت، وكذلك الجهاد في سبيل الله، لا من اغبرت قدماه في سبيل الله باعده الله عن النار 40 خريفة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أشياء عديدة. ولذا قالوا هذا الصحابي الذي مات وعليه ديناران كم من جمعة صلاها؟ إذن بلاش نقول اعتمر، كم من جمعة حضرها؟ هل كفرت عنه هذا؟ قالوا إذن هذا حق العبد يبقى، وعليه تكون المكفرات في عموماتها لا تشمل حقوق العباد. فتمسك من قال بأن مكفرات الذنوب لا تتناول حقوق العباد بل لا بد من وفائها. وكيف يستوفي حق العبد؟ إما بالمسامحة، وإما بأن يرد المظالم إلى أهلها، وإما بأي حالة من الحالات. حتى قالوا إذا كان حق من حقوق العبد لا يستطيع أن يردها إليه، كان قد سرق من ماله، اختلس منه، اغتصب منه، فعل
إذا راح وقال يا فلان هذا لك عندي كنت أخذته، أمسك بيده وإلى الشرطة، يبقى كان في عافية وصار في بلية، هل يصبر على هذا البلاء؟ لا، لأنه حيلحقه من الأذى ما يمكن يتخلص منه بغير ذلك. قالوا كما احتال في أخذه بدون علمه يحتال في ردها إليه. سافر إلى جهة من الجهات، جاءت مناسبة عند الشخص من المناسبات فيقدم له حقه على صورة الهدية، يساعده بقدر المستطاع، وإن كان قد تكلم في عرضه وتناوله بما ليس بمال من الأموال وله عليه حق، كما جاء في الحديث يوم القيامة من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم ولا دينار. قال المفلس من جاء بحسنات كالجبال، ولكن قد سب هذا وشتم هذا واغتاب ذاك وله كذا، فإنه يؤخذ من حسناته ويوفى حقوق الآخرين، فإن وفت حسناته فبها، وإلا أخذ من سيئات الآخرين فألقيت عليه أو فطرحت عليه فألقي في النار، هو الفلاس الحقيقي يا دم بالله. إذا حقوق الإنسان على الإنسان ليست قاصرة على المال، في عرضه، في حقه، في غيبته، كل ذلك من الحقوق. كيف يقول له أنا كنت في المحل الفلاني والله واغتبتك؟ ما يقدر يقولها إلا لإنسان صادق منه المودة أو الصلة، بحيث أنه يتأكد من مسامحتك. لكن إذا كان إنسان يضيق به صدرا وإذا قال له لا اغتبتك كذا قامت خاصم معاه وجات فتنة أكبر من اللي فاتت، لا ينبغي أن يقول له. ولكن كما اغتابه عند زيد وعمر في مجلس آخر يثني عليه ويمتدحه عند زيد وعمر، فإذا جاء يوم القيامة وقال اغتبتني ولي عندك 10 حسنات، يقول له مدحتك ب20 حسنة، يبقى استوفى حقه، وعلى هذا تكون المخالصة. إذا في عموم هذه النصوص يبين العلماء ما كان حقا لله قطعا داخل في هذه الإيش العمومات، ما كان حقا للعباد متوقفون، منهم من يقول نعم داخل فيه، طب وفين حق العبد فين راح؟ يقول نعم. إذا كان يوم القيامة المولى سبحانه وتعالى بفضله وكرمه إكراما لهذا الشخص لفضل العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة يرضي صاحب الحق الخاص من عنده، يقول أنت لك عنده كذا وهذا عندي أنا، وفيها لك عنه. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في عرصات الموقف ترفع غرف لأهل الموقف يرونها كما نرى النجوم في الدنيا، غرف عالية جدا تضيء كالنجوم، فأهل الموقف يتساءلون لمن هذه الغرف يا ربي؟ فيقول لمن عفى عن مظلمة له عند أخيه، اللي سامح أخوه في مظلمة له عنده يأخذ حقه من هذه الغرف. تقول سامح ولا ما تسمحوش؟ ما في شك أن كل إنسان في تلك وش يبغى يسوي من الخصومة؟ أحسن ما يكون عنده نحصل غرفة من هذه الغرف، وهذه المسامحة تساوي حتى عشر ولا واحد من مليون من الغرفة من هذه، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الغرض من هذا أن الله يرضي صاحب الحق من عنده، ولذا قالوا كفارة لما بينهما عامة حتى حقوق العباد، وحق العبد وإن كان مبني على المشاحة فإن الله سبحانه سيرضي صاحب الحق عن هذا صاحب العمرتين حتى يكون كفارة لما بينهما. تأتي إلى ليش الكبائر، هل تشمل الكبائر أيضا ولا فقط الصغائر؟ جاء في الوقوف بعرفة وهو من المكفرات، وجاء الحديث إن الله إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فتجيب يا ربي أنت أعلم بما يريدون، ما يخفى على الله شيء، ولكن بيسألهم ليش؟ يلفت نظرهم. لما تيجي مثلا لأي إنسان وشوف إنسان جاء عندك في البيت، أنت عارف هذا جاي ليش؟ أنت متواعد معه، الشخص اللي قاعد عندك في البيت متواعد مع هذا الشخص اللي جاي، وجايين متفقين على هم جايين عليه، فيوم ما يقبل تقولها أنت عارف لين جاي ليه؟ طب ما أنا جاي عشانه، وعارف انه عشان كذا، انت عارف انه ليش عشان جاي، له حاجة عندك وانا جاي شفاعة فيها.
يعني السؤال ليس مرادا به كما يقولون مطابقة الجواب، ليس يراد به الأخ الخبر ولكن لازم الخبر. ماذا يريدون يا ملائكة؟ طب انت يا رب اللي ناديتهم، وانت اللي جبتهم، وانت اللي حملتهم، وانت اللي وفقتهم لهذا، شيء ما يخفى على الله. لكن ينبه الملائكة على مقالتهم الأولى السابقة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قل تعالوا شوفوا، جاءوا ليفسدوا ويسفكوا. فحينئذ في الحديث: أشهدكم يا قالوا جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا عام ولا خاص؟ في عام يأتي يدل على أنه شمل الجميع عند من يقول بالشمول. جاء في الحديث: من وقف بعرفات وأفاض منها وظن أن الله لم يغفر له فقد كذب بما أنزل على محمد. طب هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. من هنا يقول بعض العلماء إن هذه الأحاديث المكفرات شامل الكبائر والصغائر، حق العبد وحق الله. هناك من يقول لا، برضك في جانب آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما في موضوع الغلول سأل عن فلان وقال عن فلان وكذا، فأخبر إن فلانا ليشتعل عليه قبره نارا في شملة غلها من الغلول. شملة أخذها غلولا من إيش؟ الجهاد. يبقى الجهاد في سبيل الله ما كفرش شملة من الغلول. كيف يكفر كبيرة من كبائر؟ كيف يكفر حق من الحقوق؟ إذا القضية دائرة بين إيش كما أشرنا؟ هل كفارة لما بينهما عامة في حق العبد وحق الرب؟ هل هي عامة في الكبيرة أو في الصغيرة؟ أم هي خاصة بالصغائر عموما وخاصة بما هو حق الله سبحانه وتعالى تفضل بأنها مكفرات وبقيت حقوق العباد فيما بينهم؟ أدركنا هذا الخلاف يا جماعة ولا لا؟ طيب، هل بعد هذا على وجود هذا الخلاف ينبغي للعبد أن يتكل على جاء بعمرة وبعد في آخر عمره جاء بعمرة بأنه انتهى وأخذ نهاية ضمانا على مكفرات، ولا يحترز في الباب؟ يحترز في هذا ولا لا؟ يتحفظ من حقوق الآدميين ولا لا؟ يجب أن يتحفظ من حقوق الآدميين. فإن استطاع أن يرد مظالم الناس إليهم بحيلة أو بطريقة أو بأخرى فعليه أن يتخلص من حقوق الآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما في آخر الأمر: من كانت له مظلمة عندي فليأتني. سيد الخلق أحد له عنده شيء؟ لكن من باب الخروج من عهدة الخلق جميعا بدون أي مسؤولية كانت، فعلى العاقل أن يحترس من حقوق الآخرين أو حقوق الآدميين، سواء كانت في الأموال ولا كانت في الإيش، في العروض، في العرض أو غير ذلك. هذا ملخص ما قيل عن إيش العمرة إلى العمرة، ومثلها إيش الجمعة إلى الجمعة، ومثلها عرفات، ومثلها يوم عاشوراء. في عرفات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوم يوم عرفة أرجو على الله أن يكفر إيش سنة قبله وسنة بعد. يكفر أيضا على العموم ولا على الخصوص؟ الكبائر والصغائر ولا الصغائر فقط؟ والباب واحد مضطرد في كل ما سمعت كفارة لما بينهم. وكذلك الصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الذي هو فيها. طيب على هذا إيش التقسيم؟ يكفر عمومها حق الله وحق العباد، كبائرها وصغيرها. وعلى هذا التفصيل المتقدم يحمل العلماء أو يبحث العلماء جميع ما جاء من النصوص مكفرات لكذا مكفرات لكذا، مما يؤيد أو يحمل رأي المخصصين فيما جاء في أمر الجمعة: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. جاء في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر ده تحتها خط أحمر،
تحتاج إلى توبة تخرج منها، تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة قطعا تجب ما قبلها، وهذا بلا نزاع. التوبة تجب ما قبلها مهما كانت الكبيرة في حق العباد أو في حق الله سبحانه وتعالى، إلا أن حق العبد إن كان ماديا أو غيره هناك الاستسماح منه. أما ما بين العبد وبين ربه مهما كانت الكبيرة الشرك، التوبة منه والدخول في الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها مهما كانت كبائر العبد. وتعلمون قضية الرجل الذي كان قبلنا في الحديث الصحيح، كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فجاء إلى رجل عابد وسأل هل لي من توبة أرجع إلى الله؟ قال أعوذ بالله، بعد 99 تبغى التوب؟ قال ما في فائدة، قال ما في فائدة، قال إذا نكمل 100. ما في أعظم عند الله من ذنب أن تحول بين العبد وربه، تيأس عبد من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله إلا ليش؟ كافرون. رحمن رحيم، تيأس عبد من رحمتي وسعت كل شيء، قل لا إلا أنت ما تزعكش. ولذا يا أخوان، مما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم عن موسى الكليم عليه السلام في ملاجاته مع ربه، قال يا ربي أحب ما يكون إليك ماذا؟ أي حتى أعمله. قال حببني إلى عبادي، مش حبب عبادي إلي، حببني أنا إلى عبادي، خليهم يحبوني. ولما تقول شديد العقاب ما في رحمة، حبوا على إيش؟ محل خوف، ما محل محبة. لكن غفور رحيم، تواب رحيم، رزاق كريم، لطيف بعباد، ودود إلى عباد، تحبه ولا لا؟ فأحب ما يحبه الله من العباد أن تحبب الله إليهم، خليهم يحبوا ربهم. فلما تقول له لا ما لك توب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش؟ في العلو معتكف عن العالم كله، عبادة صيام وقيام وإلى آخر، والثاني في السفل معطي نفسه هواها، يعني اتخذ إلهه هواه، أظن ما في بعد هذا شيء. في يوم من الأيام لحظة من لحظات الكريم، الله أكبر، لحظة تمر على قلب العبد تغير وتبدل، كما قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا بمن كان متخذا إلهه هواه كفر بهذا الإله ورجع إلى الله، قال سبحان الله، أخي معتكف ومقتصر في رضوان الله وعبادته، وأنا كده في غي وسادر كده، ليش ما أرجع إلى الله وأصعد إلى أخي وأكون معاه؟ بينما عياذا بالله ذاك يقول أنا حابس نفسي وتعب حالي وأخوي على هوا، لما أنزل أخذ راحة شوية معاه وبعدين نتوب. شوف القدر، فتلاقيا في الدرج، هذا صاعد لأخيه وهذا نازل لأخيه، ومات في وسط الطريق. يبقى إيش على أي خاتمة هذا يا جماعة؟ فهذا كتب الله له الجنة، وهذا عياذا بالله. شيء آخر في نفس مثل الصورة، سمع بعض الأشخاص قال والله لن يغفر الله لفلان، فالله سبحانه قال من لا يتألى علي، مش عندك سلطة حتى تحلف علي، كنت أنا خادم عندك ولا عبد أبوك، أنت تحلف على إنسان لك سلطة عليه، لكن رب العزة تتحكم وتحلف على الله أنه لن يغفر لفلان، وش السلطة اللي عندك تمنعه أن يغفر لفلان؟ غفرت له. إذن التوبة تجب ما قبله، وهذا 99 ولحظة من لحظات رضوان الله سبحانه وتعالى أدركت هذا العبد واتجه إلى الله. فإذا يريد هذا العابد الجاهل أن يجعل حاجزا بينه وبين ربه، فالله أزال هذا الحاجز فذهب إلى عالم. هنا فرق العابد على جهل والعالم المتبصر. فسأله قال سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ربك رؤوف رحيم، ولكن أشور عليك نصيحتي لك، إذا كنت صادق في التوبة اترك هذه البلدة التي لها قرناء السوء وفيها
ارتكبت تلك المعاصي كلها، واخرج إلى البلدة الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهنا يا إخوان فرق بين قرين السوء وقرين الخير، لأنه إن بقي مع هؤلاء سيربما يرجع إلى ما كان عليه، وإذا انتقل عنهم وذهب إلى أولئك الصالحين أقل ما فيه حيكون بعيد عن مسالك الشر. فخرج في طريقه إلى القرية الصالحة، وفي أثناء الطريق وقع عليه الموت مات. حينما مات قبل أن يصل إلى القرية الثانية وقبل أن يستأنف العمل الجديد العمل الصالح، فتابعته ملائكة العذاب، قال هذا من تبعنا، وجاءته ملائكة الرحمة وتخاصموا عنده. أولئك يقولون هذا تابع لنا لأنه لم يعمل حسنة أبدا، أولئك قالوا هو تابع لنا لأنه تاب إلى الله ومقبل عليه. هل لهم حق تخاصم ولا لا؟ لهم حق تخاصم، لكن لو حكمنا العقل يبقى أية فيهم أحق به؟ ملائكة العذاب، لأنه كذا سنة ومئة شخص مطالبة في رقبته. لكن المسألة ما هي مسألة عقل، لو حكمنا الفضل ولو رجعنا إلى سعة فضل الله من أحق به؟ ملائكة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى من باب العدل، والله في هذه الصورة عجيبة، كان يكفي أن الله يقول هو من حق الرحمة وخلاص، ارجعوا يا ملائكة العذاب إلى محلكم وانتهت، ملائكة كل مرسل من عند الله. ولكن يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الحكم بالعدالة والأخذ بالبينة. قالوا انتم خصمان مختصمان في قضية، هذه قضية ولا لا؟ فأرسل إليهما ملك يحكم بينهم، ايش قضيتكم؟ هذا يقول هذا تبعنا، يقول لا هذا تبعنا. طيب معلش نجيب ميزان العدالة في قضيتكم، قيسوا ما بين البلدين. وهذه النقطة، هو خرج من هذه التي كان محل المعصية مقدم على تلك محل الطاعة، قيسوا ما بينهما من المسافة. في حد يقدر يعترض على هذا الميزان؟ كل قضية لها ميزانها. انت تجد في قضية مختلفين فيها في الحليب، مغشوش بمية ولا له ميزان الحليب ولا لا؟ اذا جد في ميزان مثلا في تركيز السكر او السمن او كل حاجة لها ميزان، الحرارة في الجسم اختلفت لها ميزانها، الهواء البرودة، كل قضية لها ميزانها الخاص. فهذا القاضي الذي ارسله الله جاء بميزان العدالة هذه القضية، قسم ما بين البلدين، فقاسوا بينهما. شوف تتجلى رحمة الله وفضله. في بعض روايات الحديث فوجدوا التي هو خارج ذاهب إليها أقرب ذراع واحد، يعني المسكلة فرقت بإيش؟ ذراع. وقد يصدق عليه منكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه القضاء، لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والمثل بالأساس ذراع. وفي بعض الروايات فأومأ الله إلى الأولى أن تباعدي وأومر إلى الثانية أن تقاربي، يعني زوى الله الأرض. وهنا لا تقول ليش كيف زواها، العقل كيف ما تحسش، هي ما هي سفنجة حتضغطها ولا مطاط حتشدها، هي مطاط ولا سفنجة ولا خيط ولا هواء في قدرة الله كلها سوا. هو القادر يوم إذا جاء وقت حيبدلها أرض غير الأرض وتغير الدنيا كلها. إذا أمر الله تلك فامتدت، وأمر الله تلك فقربت، يبقى فضل الله معاه ولا لا؟ بعض الروايات فأوم أمر الله أو ما الله إليه أن انقلب بصدر ناحية البلد اللي هو ميت ومنتهي، لكنه لإرادة الله انقلب إلى الجهة الأخرى. ملائكة العذاب لما شوفوا ميت وانقلب إلى الجهة الأخرى ينازعوا ولا يقتنعوا؟ أعتقد يقتنعوا، لأن هذه حركة ما هي منه. إذا هذه حركة جاءت بالحكم، كما يقولون في قضية عبد المطلب لما أوحي إليه أو رأى في منامه احفر برة يعني زمزم، قال وأين أحفر وأنا عرف فين؟ قال حيث ترى الغراب الأبقع يحفر في الأرض. فراح عند الحرم عند الكعبة وجاف الغراب يحفر عند الفرث اللي عند بيش النصب اللي كان يذبحه عندها، محل وسخ ومحل فرث، لكن هو شايف ثلاث مرات. جاء هو واحد من أولاده يحفر، جاءت قريش ما هذا؟
قال احفر زمزم. قال ايش بالعقلك؟ زمزم طلبها جرهم من زمان واحد داري عنها، تجي هنا في هذا المحل؟ قال نعم. اللي عنده ما هو عندهم، فتركوه على اساس انه جرى لعقله شيء. لما نزل بالحفر ووجد طي البئر تبين لهم ليش انه على بينة ولا لا؟ قال اوقف احنا معك، ما هي على ايش؟ بل هي زمزم حق ابانا واجدادنا، تنفرد انت ايبها لازم نشارك معك وكل لنا ولك، ما تكون سقيت اختص بها. قال ابدا، قال بالقوة. هناك نذر، لئن رزقني الله 10 أولاد كبار يحملون السلاح يقفون بجانبي لأذبحن واحدا قربانا للآلهة. يقول لئن رزقني الله أذبح قربان للآلهة. شوف العقلية. طب قول رزقني الله أذبح لله، قول إن رزقتني الآلهة، لكن هو عارف الآلهة ما ترزق شيء. بس شوف رزقني الله وكنت ذابح لمين؟ يعني الآلهة مش لله، الأصنام. ومن هنا كان عبد الله قضية ليش الفداء واسمه أنا ابن الذبيحين. يقولون لما جاءوا وتخاصموا قالوا إذن نتحاكم لمين؟ قالوا لكاهنة في المحل الفلاني، بعضهم يقول إلى جهة ليش البحرين أو كذا، مشوا ركبوا مشوا. وهم في أثناء الطريق انتهى ماؤهم ونزلوا في الصحراء، كانوا يموتون عطشا، فقالوا إذن بس نرحل نقدم لعلنا نحصل شيء. يقول ابن هشام وبعض كتب السيرة فلما نهضوا وقاموا ونهضت رواحلهم فإذا بناقة عبد المطلب تخفث رجلها في عين ماء. فصل دهناء وصحراء وكادوا يموتون عطش وليس هناك ولا علامة ماء، لكن لما قامت ناقة رحل عبد المطلب فإذا برجلها تخفث في ايش؟ في عين من ماء، وينبع الماء من تحت رجلها. اللي رايحين تخاصموا على قال تعال تعال، لقد حكم لك قبل ان نصل الى الكاهن. حكم له بايش؟ العين هذه. مش معنى ما جالش اللي عنده هو، ما جالش تحت رواحلهم هم ليش؟ فلما نبعت من تحت راحلة ناقته هو قال لا بس مكتفين بهذا. اذا ملائكة العذاب لما شافوا ان هذا انقلب الى جهة القرية الثانية حينازع بابك ولا انتهوا؟ انتهوا في هذا. اذا التوبة، كلامنا على ايش؟ التوبة. وهذا قتل 100 نفس وخرج تائبا لله وما عمل صالحة قط، ومات قبل ان يصل الى مقصده الذي قصده، فكان نتيجته الى ايش؟ الجنة. وتأتي ملائكة بحنوط من الجنة وتتولى تكفينه وتتولى امره. اذا العمرة الى العمرة، الجمعة الى الجمعة، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، كل ما جاء من الاحاديث في هذا الباب يؤخذ على المبحث هل هو عام او خاص، مع اتفاقهم على ان التوبة تكفر او تمحو ما قبله. هناك ناحية بسيطة، تاب من الذنب والتوبة تجب ما قبلها، بعد فترة وقع في الذنب هل له توبة من هذا الذنب المتكرر بعد التوبة الأولى أم لا؟ ها ايش تقولوا؟ من أية؟ من صاحب العابد ولا العالم؟ ها؟ في بعض لو أذنب 100 مرة وتاب إلى الله تاب عليه، ولكن بس تكون التوبة صادقة ما هي لعب، ما يقول يا رب تبت إليك وهو متطلع إلى ذاك العمل، لا. إذا صدق في توبته على ما يريده الله منهم من صدق النية والعزيمة، وكما قالوا الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود لما كان عليه، إذا حصلت هذه الثلاثة ثم بعد ذلك غلب على أمره بأي حالة من الحالات، هل نضمن العصمة لإنسان؟ هل في إنسان معصوم؟ لا كلا، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده لا. إذن ليست هناك العصمة. هناك الحديث لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. إذن لا إصرار على الذنب ولا تساهل به ولا إغفال للتوبة، ليكون العبد دائما على صلة مع الله. لو كانت المسألة انتهت خلاص انقطع يبقى ضامن ونام وانتهي، لا، لابد أن يكون دائما على صلة ومراقبة لنفسه مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور. تقدم مرارا في موضوع الحج ما هو بر الحج. البر خالص العمل، والمبرور أي الحج الذي لوحظت فيه أعمال البر. ومتى يكون الحج مبرورا؟ قالوا المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسالم من الخطأ، أي الذي اكتملت فيه مناسك الحج واستوفيت له آداب الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى طول الحج وهو في جدال وخصومة ولا رفث ولا فسوق وسب وخصام، نقول هذا حج مبرور؟ لا. وبعضهم يقولون بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، يعني كل إنسان سخي كريم يساعد الآخرين. ولكن العلماء يقولون هناك علامة للحج المبرور، أي الذي يرجى قبوله عند الله، وهو أن يرجع صاحبه من حجه إلى أهله ويسير مع الناس سيرة أحسن مما كان عليها. هو لما قبل الحج يعمل ويتعامل مع الناس كان على درجة 70%، لما حج جاء لا والله أصبح الآن ما نقول 100% 90%، يبقى أحسن من قبل ولا لا؟ فإذا رجع 90% في الصدق في الأمانة في الوفاء في التعاون في مساعدة الآخرين في المحافظة على الصلوات في كل هذه الأمور صار أحسن منه، والله فلان انصلح حاله، يبقى تظهر علامات إيش؟ بر الحج. لكن عياذا بالله إذا رجع وقال والله أنا خسرت كذا وكذا، أنا أبغى أعوض هذا بحلال ولا بحرام، يبقى رجع خير من أول ولا آثار من أول؟ شر من أول. إذا علامة بر الحج مع صاحبه أن يضفي عليه من آثاره. لو قدر مثلا إنسان مرض، والناس القلوب بذنوبها مرض، يعني الذنوب مرض القلوب، فإنسان مريض بعلة ما قال والله هذا يحتاج المستشفى، راح المستشفى وقعد في المستشفى 20 يوم، ثم جاء لناظر في وجهه هو أحسن من أول ولا زي أول ولا في تردي عن أول، يبقى حينئذ وجوده في المستشفى أفاده ولا لن يفيده؟ إن كان تحسنت صحته نقول وجوده في المستشفى إيش؟ والله استفاد والمستشفى طيب ورجع بنتيجة حسنة، ونرجو الله أن يتماثل أحسن فأحسن. لكن إذا رجع ولا حصل شيء وكان في أسوأ، مثل ما جاء في الحديث وكان بحجه بمال حلال وراحلة حلال وزاد حلال وضع رجله في الأرض، فقال قيل لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كان بمال حرام كان العكس عياذا بالله. فكذلك إذا كان الحاج جاء ليطهر نفسه وينقي سريرته ويصفي قلبه واتصل بالله سبحانه وتعالى في تلبيته في طوافه في سعيه في وقوفه في رمي الجمرات في النحر في الحلق، كل هذا مدة كلها منقطع مع الله سبحانه وتعالى، وكان لذلك كله أثر في نفسه، والله الحمد لله الحج نفع معاه وظهر عليه آثار ذلك، وعلى هذا يكون الحج المبرور. هذا الحج الذي حكم له بأنه مبرور، أول خطوة في أسباب بر الحج أن يكون الزاد إيش؟ حلالا والراحلة حلال، ويتجنب الحاج ما جاء النهي عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم يلتزم بسنن الحج كما بين صلى الله عليه وسلم. إذا كمل الحج بهذه الصفة ليس له جزاء، لا نقول 1000 حسنة ولا 100 حسنة ولا كذا، لا الجنة، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول جزاء هذا الحج عظيم جدا لا يكافئه إلا الجنة. كما جاء في قضية الرجل الذي له جارية وكانت ترعى غنمة، قال فجاء الذئب وأخذ شاتا، قال فلطمتها، ويقول للرسول وأنا بشر، جاء الذئب فأخذ شاتا وأنا بشر فلطمتها. كلمة وأنا بشر قدمها ليش؟ الرسول يجهل بأن هذا بشر؟ يظن ملك ولا جني ولا آله؟ علماء البلاغة يقولون لازم الخبر هنا إيش؟ وأنا بشر، مرادها إيش؟
تعليم الرسول بأنه بشر إيش؟ اعتذار، كأنه يعتذر بذلك لرسول الله، يقول أنا بشر والبشر يغضب وقد غضبت، يعني قضية منطقية كما يقولون، أنا بشر والبشر يغضب وقد غضبت فلطمتها نتيجة للغضب. ثم قال الرجل وقد أعتقتها، وقد إيش؟ أعتقتها. فقاله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، يعني تعطيها دراهم، تجيب لها كسوة، تريحها من العمل، تزوجها، تفعل تفعل، أبدا ده كله ما إيش؟ ما يكفرش اللطمة إلا إيش؟ العتق. لا كفارة لها إلا ذلك، يعني مهما فعلت معها من إحسان أو معروف لا يكفر تلك اللطمة، لأنك استعاليت عليها، استعليت عليها واستضعفتها. وكما جاء عن ابن مسعود يقول كنت أضرب خادما لي فسمعت من يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله، لأن الله إيش؟ اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. والله لو تذكر كل إنسان هم بالاعتداء على إنسان أضعف منه أيا كان في غير حق، سواء كان ولي أو سلطان أو حاكم أو إنسان أو أي شخص راد أن يعتدي على إنسان وتذكر هذه الكلمة اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، هل يخرج من هذا أحد؟ جبابرة العالم لو اجتمعوا على أضعف مخلوق وعلموا أن الله أقدر عليهم منهم على هذا الضعيف وكانوا يؤمنون بالله، هل يظلمونه؟ لا والله. وهنا إيش؟ لا كفارة لها إلا ذلك، يعني مهما أحسنت إليها لن يكفر تلك اللطمة، إذن لا كفارة لها إلا ذلك، يبين لنا ليس له جزاء إلا الجنة، وبالله تعالى التوفيق. وقال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فأعترضني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. هذا الحديث رواه مالك بامرأة جاءت إلى النبي، وبعض الروايات تسميها أم طلحة ولا أم عطية ولا كذا، قالت كنت تجهزت للحج وبعض معك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أعلم الناس من أراد أن يحج معي فليوافني، فتجهز الناس وهي كانت ممن تجهز، ولكن كما جاء في بعض الروايات لها ولغيرها ولنا ناضح واحد أبو طلحة وكذا، فاعترض لها أي جاء ما يمنعها من الحج بعد أن تجهزت، فقال لها صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل إيش؟ حجة. احنا هناك في الحديث الأول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أريد أن أنبه على دقة إيراد مالك العمرة إلى العمرة، احنا قلنا فيه توقيت؟ ها؟ ما في توقيت، والسنة كلها من 15 ذي الحجة إلى 8 ذي الحجة السنة الثانية كلها وقت العمرة ولا لا؟ وأراد مالك أن يبين لنا أن العمرة تتفاضل في بعض الزمان دون البعض الآخر، مفهوم هذا ولا يا جماعة؟ العمرة للعمرة السنة كلها عمرة، لكن يقول لا العمرة في رمضان ليست مثلها في شعبان، ليست مثلها في ذي الحجة، ليست مثلها في رجب، اعتمري في رمضان، يبقى هذا تنويه بعمرة رمضان ولا لا؟ ها؟ هل قال مالك قال لنا العمرة في رمضان أفضل من غيرها ولا بمجرد مسيح؟ وليش ما قدم هذا الأثر هناك؟ لا، أول جاء بالعموم ثم يأتي بعد ذلك بليش؟ بالخصوص، وهذا من أدق ما يمكن في كتاب مالك، قد لا تجده في غيره، وقد يكون أدق مما في البخاري نفسه في دقة أبوابه. إيراد مالك للأدلة أو للنصوص في الباب الواحد أدق ما تكون في استنباط الفقه،
وبين أيدينا العمرة إلى العمرة السنة كلها الدائرة كاملة ما عدا ثلاثة أربع خطوط أربع درجات في السنة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث هذه ليست محل العمرة وبقية الدائرة كلها محل العمرة ولكن في محلها جسم أخضر وجسم أخمر أحمر وجسم إيه؟ قسم أصفر فرمضان بالنسبة للعمرة تعادل إيش العمرة في رمضان تعادل إيش لو العمرة في شعبان تعادل شيء لا إذن جاء بهذا الحديث ليبين فضل العمرة في زمن معين من السنة إذن قاعدة أخرى الأعمال تتضاعف وتتفاضل بحسب الزمان والمكان بحسب إيش الزمان والمكان صلاة في مسجد هذا تعدل كم الصلاة هي بعين الصلاة روح في بيتك وصلي هي صلاة روح في مثل ما بيقولوا أي بلدة أخرج من حدود المدينة الصلاة هي الصلاة الصلاة في مكة بكم 100,000 الصلاة في دمشق في القاهرة في باكستان في العالم طوف العالم لو طلعت فوق القمر وصليت هناك ونزلت من رواد الفضاء وصليت هناك الصلاة بواحدة لكن في المسجد النبوي 1,000 في المسجد الحرام 100,000 هي صلاة واحدة بافتتاحية التكبير وانتهية التسليم إذن إيش اللي ضاعفها المكان كذلك الزمان عمرة في رمضان تعدل حجة ما جاءت في الأشهر الحرم ولا جاءت في شهر الحجة ولا في غيرها وهي العمرة هي هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير وانتهينا والسلام عليكم إذن الأعمال تتفاضل بتفاضل إيش الزمان والمكان هناك مسائل أخرى لكن لا ضابط لها تتفاضل بتفاضل الإخلاص والتوجه الصدق إلى الله سبحانه وتعالى الآن خذ المصحف واقرأ حزب في وقت آخر مع ارتياح النفس ومع التوجه إلى الله واقرأ الحزب اللي قرأته أولا تجد قراءتك لهذا الحزب في هذه الحالة أحسن وأطمن نفس وأقرب إلى الله واتجاه وتشعر بفيض من المولى سبحانه وتعالى عليك في هذه الحالة أحسن من غيرها إذن أنت في اتجاهك حينما يكون الإنسان مكتئب ولا حزين وتوجه إلى الله بقلب منكسر مثل ما يكون بيلعب ويطرب ما هي سوا إذن مبدئيا يهمنا في هذا الباب إيراد مالك هذا الحديث ليبين أن العمرة وإن كانت صالحة في جميع الزمان من السنة إلا أنها في رمضان تعدل حجة أي أفضل منها في غيره جاء في بعض الروايات زيادة تعدل حجة معي وهذا يدل على السؤال كنت تجهزت لأحج معك حج اعتمري في رمضان فإنها تعدل حجة معي وإن سكت عن كلمة معي في بعض الروايات فإنها مفهومة من السؤال كنت تجهزت لأحج معك فهل تعدل حجة وسكت إن كان لم يقل معي هل نضمنها كما هي موجودة في السؤال والجواب على إعادة السؤال أو لا نضمنها ويكفي أنها تعدل حجة أقل شيء أنها تعدل حجة فإذا كانت حجة مع رسول الله هذا فضل زائد إذن أول كل شيء مالك رحمه الله يبين لنا بهذا الحديث تخصيص ذاك العموم ثم بالتالي يعطينا قاعدة أن الأعمال تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان جاء في بعض الأحاديث عندكم في العذب المورود رمضان بالمدينة يعدل 70 رمضان في غيرها جمعة في المدينة تعدل 70 جمعة في غيرها إذن هناك مفاضلة ليش؟ للأعمال أو تتفاضل الأعمال بحسب الإيش المكان وكذلك بالإيش بالزمان ليلة القدر خير من إيش من ألف شهر إذا قمت ليلة واحدة فإن هذه الليلة قيامك فيها خير مش يعدل خير من ألف شهر لو قمت طول عمرك ألف شهر أكثر من 83 سنة لو قمت طول عمرك ليل نهار في غير ليلة القدر ما وصلت إلى هذا الحد لكن في الزمن المعين بليلة القدر تتضاعف الأعمال وكذلك الأشهر الحرم عن بقية السنة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
وأسلم ورجع قال ارجع إلى بلدك ثم تأتيني. وبعد سنة جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عنده فرد عليه السلام وانصرف عنه. قال يا رسول الله انت ما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال جيتك العام الماضي في وقت كذا. قال ها ما لي أراك شاحبا، أول كنت حسن وكنت طيب الآن شاحب وضعيف. قال منذ فارقتك ما أفطرت يوما، يعني اللي جاب للشحوب هو إيش؟ كثرة الصيام بعدما رحت. وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بعدما جاء بحديث الرسول مرتين، نزل وجاء بحديث عمر أو بأثر عمر افصلوا بين الحج والعمرة. معنى افصلوا لها معنيان، المعنى الأول لا تأتوا بالحج قرانا، لا تقرنوا العمرة مع الحج. والمعنى الثاني افصلوا العمرة عن الحج عن أشهر الحج، لا تعتمروا في أشهر الحج، لا تأتوا متمتعين معتمرين في أشهر الحج وتحجون، لا تأتوا مقرنين العمرة بالحج. إذا جئتم مفردين أيضا لا تعتمروا في شهر ذي الحج حتى ينتهي شهر ذي الحجة ثم تأتون بإيش؟ بعمرة. فلها هذين المعنيان، لا تقرنوا العمرة بالحج سواء في التمتع تأتون بها قبل الحج وتحجون أو تأتون بها في إحرام واحد مقرنين. والنظر في هذا من جانبين، من جانب نوع النسك ومن جانب إيقاع العمرة في غير أشهر الحج. أما من جانب النسك فأخذ بعض العلماء أن عمر لا يحب لا التمتع ولا القران، يبقى بقي عندنا إيش؟ الإفراد، كأنه يحث على إفراد الحج. ومن جهة أخرى يرى بعض العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد بذلك أن يفرد الحج بسفر مستقل وتفرد العمرة بسفر مستقل، وهذا لا يتأتى إلا إذا أفرد الحج وترك الاعتمار حتى يخرج شهر ذو الحجة. ولما هو ظاهر هذا جماعة؟ وهذا دليل الجمهور في أن الإفراد بالحج أفضل. دليل على إيش؟ أن إفراد الحج أفضل، لأنه إذا جاء متمتعا قرن بين الحج، لم يفصل بين الحج والعمر، اعتمر وجلس وجاء بالحج في وقت في سفرة واحد، وإن قرن الحج والعمر في نسك واحد فهذا هو الجمع بينهم، إذن ما فصل. ولا يتم الفصل حقيقة إلا إذا كان إحرامه بالحج فقط. طيب جاء إحرامه بالحج فقط وانتهى من الحج قبل أن يرجع إلى بلده يأتي بعمرة، لا ما فصلش بينهم برضك جمعهما. إذن افصلوا بينهما في النسك أو افصلوا بينهما في الزمن. فإن كان في النسك يكون القران، وإن كان في الزمن يكون التمتع والإتيان بالعمرة في شهر ذي الحجة. أما نفعل إيش نسوي؟ إذا جئتم بالحج مفردين وانتهيتم من الحج ورجعتم إلى بلادكم تأتون بالعمرة بسفر مستقل. وقد فسر ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غير هذا الموضع، نهى عمر عن التمتع. قالوا لماذا وقد فعلناه مع رسول الله؟ قال أردت أن يكثر الوافدون إلى بيت الله الحرام. ومتى يكثر الوافدون؟ إذا جمعوا بالتمتع أو القران، ولا إذا جعلوا لكل نسك سفر؟ أصبح الشخص الواحد له رحلتين، بخلاف ما إذا تمتع ولا كان قارن رحلة واحدة يفد مرة واحدة، لكن إذا فصل يفد مرتين. فبدل ما يفد إلى بيت الله في السنة 1000 سيفد 2000. وعلى هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بين وقال فإن ذلك إيش؟ أتم لحجكم وليش؟ أتم لعمرتكم ولحجكم. وجاء في عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله،
قال علي رضي الله تعالى: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك. فإذا أحرمت بالحج وجئت وأكملت المناسك ورجعت، بيجي في الحج هذا شيء تام 24 قرط، ثم بعدما ذهبت إلى بلدك أحرمت بالعمرة وجئت معتمرا إلى البيت واعتمرت ورجعت، هذه العمرة ناقصها شيء تام. أما إذا جئت بالحج من بلدك وحججت، ولما قضيت حجك ذهبت إلى التنعيم 7 كيلو ورجعت إلى البيت وطفت وروحت بعمرة، هل عمرتك من التنعيم وأنت في مكة تعدل عمرتك تأتي بها من بلدك؟ يبقى أية أتم؟ التي من دويرية أهلك. إذن حملوا كلام عمر رضي الله تعالى عنه: افصلوا بين الحج والعمرة فإنه أتم لعمرتكم، أي تكون قد أتيت بها من ميقاتها أو ميقات بلدك، وتكون مستقلة بسفر مستقل. وقد أجمع العلماء بعد الخلاف الموجود عند الأئمة، وكتب في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في نقاش الخلاف الموجود أي الأنساك أفضل، هل هو الإفراد، هل هو التمتع، هل هو القران، وأعتقد تقدم لكم هذا في أول البحث في ليش وقت الموسم. فمالك والشافعي يريان بأن الإفراد أفضل، وأبو حنيفة رحمه الله يرى بأن القران أفضل لمن يسوق الهدي، وأحمد بن حنبل رحمه الله يرى بأن التمتع أفضل، وكل واحد له وجهة نظر وله أدلة. فالإمام تيمية يأتي بعد هذا في المناقشة ويقول: الذي لا خلاف فيه أبدا أن من كان يستطيع أن يفرد العمرة بسفر مستقل ويفرد الحج بسفر مستقل أن الإفراد أفضل، لأنه سيأتي بحجة مستقلة بعمرة مستقلة. يبقى على ما قال مين؟ على ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. قال: فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. يقول هذا: أتم لعمرة أحدكم وأتم لحجه. إذا اعتمر في العمرة في غير أشهر، يعني خرجت أشهر الحج خلاص وانفردت، هناك ناحية بعض العلماء يتطرق لها من أن عمر كان يمنع التمتع ويضرب عليه، وهذه خطيرة جدا، كيف يمنع وقد اعتمرنا مع تمتعنا مع رسول الله؟ قال لهم: أردت أن يكثر. ولكن هل كل تمتع كان يضرب عليه؟ ما يمكن يضرب على شيء فعله الناس مع رسول الله. يرى بعض العلماء يقول: لا، التمتع قسمان، تمتع ابتداء وتمتع انتقالا. التمتع الابتدائي بأنك تأتي بالعمرة من بلدك وتتحلل ثم تنتظر حتى تحج، وهذا لا يستطيع إنسان، لا عمر ولا أبو بكر ولا مخلوق ينهى عنه، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأفضل؟ هذا شيء آخر. لكن إنسان يريد أن يفعله تنهى عنه؟ لا يمكن أبدا، ولا يحق لك ولا يقبل منك. والتمتع الانتقالي، وهو كان بعض الناس على أثر الخلاف الذي ورد في القضية يأتي بالحج وبعد أن يطوف ويسعى يأمره بعض الناس أن يتحلل بعمرة، عملا بالحديث: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فجعلوها إلزاما للجميع. فعمر كان يضرب من يتحلل من الحج إلى عمرة، على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الرهط الكرام بالتحلل في ذلك الوقت خاص بهم لبيان الجواز. يقول: لا، هذا ليس لكم، من عقد النية بالحج وطاف باسم الحج وسعى باسم الحج لا يحق له أن يتحول إلى عمرة ويصير متمتعا ويضرب من يفعل ذلك. إذن القضية أوسع خطر شوي. وعلى كل، حديث الباب هنا الأمر بالفصل بين الحج والعمرة،
سواء كان الأمر بالفصل في النسك لا يأتي قارن، أو كان بالفصل في ليش التمتع لا يأتي بالعمرة أولا، ولكن يفردهما بسفر ويخرج العمرة عن أشهر الحج لوجهة نظر أخرى. يقولون عن عمر الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، فكأنهم يقولون عمر كان يرى أن هذه الأشهر من حق الحج لا تشاركوا فيها بغيرها. ولكن إذا وجدنا ما مضى من السنة وعمل المسلمين بأنهم كانوا يعتمرون في أشهر الحج لا مانع في ذلك، بل إن عمرات الرسول صلى الله عليه وسلم 3 غير القران كلها كانت في أشهر الحج. جميع العمرات اللي اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم 4: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، وعمرة القران في الحج، وكلها كانت في أشهر الحج. عمرة الحديبية كانت في شوال، وعمرة القضية كانت في شوال أو في أول القعدة، وكذلك الجعرانة كانت في القعدة لما كان راجعا من إيش من حنين وقسم الغنائم وأحرم بالإيش عمرة من إيش من الجعرانة واعتمر، والعمرة التي كانت مع حجه في شهر الحج بلا شك. إذن وجهة نظر بأن عمر يريد أن يفرد أشهر الحج للحج هذه يرد عليها ما يرد، ولكن التحقيق عند عمر أنه كان يرغب في أن يكثر الناس في تردادهم إلى الحرم، وذلك يتأتى بإكمال كل من النسكين بسفرة مستقلة، وهو الذي رجح أفضليته الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد الخلاف الذي وقع بعد بين العلماء سابقا، ومحص هذه القضية وبحثها بتوسع، وقال إن الأفضل بالإجماع من كان يستطيع، شوف كلمة يستطيع، ما نجي لواحد في اندونيسيا تقول له تعال مشوار اعتمر وارجع بعدين تعال حج وارجع، يمكن يجي حج ما يقدر يرجع للعمره، يمكن يجي العمره يقدر يجي الحج، نفوت عليها احد النسكين؟ لا. نعم. وقال حدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. هذه قضيه اخرى، وش علاقة عثمان يأتي؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا اعتمر لم يحط رحله حتى يرجع، إيش نفهم من هذه يا جماعة؟ كان يقعد في مكة هناك؟ ها؟ ولا يقضي العمرة ويجي راجع على طول؟ ها؟ طب وش علاقة هذا بالباب؟ إيش تقول يا جماعة؟ إحنا قلنا إيراد مالك للأدلة وترتيب إياها ليس عبثا ولا عفويا، ولكن لقصد. إيش نستطيع نأخذ القصد من هنا أولا؟ أولا أريد قبل كل شيء، هذه الصورة بالذات هي صورة النبلاء وعمل العقلاء والأخذ بالحزم. يعرف إخواننا الطلاب الرحلة في طلب الحديث، والصحابي الذي ذهب إلى الفسطاط في القاهرة في مصر من المدينة إلى الفسطاط إلى جيش عمرو بن العاص على راحلته شهرا ذاهبا، وسأل فيكم فلان؟ قالوا نعم. انزل حتى يأتي؟ لا انزل حتى يأتي، واقف على راحلته. فلما جاء أناخ ونزل عن راحلته وسلم عليه وقال سمعت أن عندك حديث كذا، أنا نسيت الحديث وذكرت لكم مرة من مدين فكرين ولا نسيتوه؟ قال بلى عندي. قال أسمعني إياه. فعاده علي فركب راحلته ونهض به. انزل انتظر انظر إلى مصر انظر إلى نيلها انظر إلى كذا. قال ما لي هذا جئت، وجاء راجع. لماذا؟ لو سألنا الآن رحلته هذه لأي شيء خالص، لأي شيء؟ لهذا الحديث. لم يقصد نزهة، لم يقصد تجارة، حتى قالوا إن أمير مصر في ذلك الوقت عن عمرو بن العاص أرسل بهديته فما لحقه الطلب إلا في العريش، جاي عن طريق سيناء عن طريق الإيش الأردن، ما لحقه المرسول بهديته وعطائه إلا في العريش. يعني ماشي بجد ولا ماشي يلعب؟
بجد. لو سألنا الآن هذا الشخص الذي لم ينزل عن راحلته إلا حينما وجد طلبته، ولما وجد طلبته ركب وإيش وجاء راجع، نجزم جميعا ونقسم عليها قسم بالله كان رايح مصر ليش؟ لهذا الغرض فقط، ما كان عنده غرض لنزهة، ولا عنده غرض لأهل هدية ما انتظرها، ولا عنده غرض لاستطلاع، ولا عنده غرض لأي شيء أبدا، فحصل مطلوبه وجاء راجع. نرجع إلى عثمان، كان رايح مكة عشان إيش؟ حينما أنهى عمره ما حط رحلة، اعتمر ولم يحط رحلة ويأتي راجع، يبقى رايح مكة عشان إيش؟ العمرة والخليفة، ومن حقه أن يمكث في مكة وينظر أحوال أهلها ولا لا؟ من حقه، لكن هو جاي لهذا عمل إداري ولا يقولون؟ ولا جاء لله؟ إذن هذا الحديث جاء به مالك ليدل بأن إن كانت العمرة تتفاضل في رمضان، إن كانت العمرة تتفاضل في فصلها بين الحج والعمرة، فكذلك بالقصد. فإذا خرجت من هنا إلى مكة لا لشيء، لا يخرجك إلا العمرة، كما لو ذهبت تصل رحمك هناك، تراجع حساباتك مع شريكك، تأخذ أسبوع راحة واستجمام عن العمل، تعمل عمرة وتطلع للطائف تقعد لك يومين ثلاثة، هل هذه سواء؟ ما هي سواء. إذن مالك رحمه الله يأتي أولا القصد في العمل، إخلاص العمل. إذا قصد الإنسان العمرة للعمرة أيضا لها فضيلتها، والواجب على الإنسان في عمل الدين أن يخلصه عن عمل الدنيا. ما نقدر إنسان يقول إذا انتهى من عمرة ما يبيعش ولا يشتري، لا والله ما في مانع، لكن هل عمرته مع تجارته كعمرته مفردة؟ لا تستوي. إذا مالك رحمه الله أتى بهذا الحديث ليدل على هذا المعنى. هناك ناحية أخرى تخص عثمان وجميع المهاجرين، المهاجرون الذين هاجروا مكة. عثمان مهاجر ولا أنصاري؟ مهاجر. قضية المهاجرين مع مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كم مكث المهاجرون هناك؟ لم يرخص لهم أن يمكثوا أكثر من 3 أيام، لكن أو قبل هذا في عمرة القضية، لأن فتح مكة كان وراءها حنين وانتظر. لما كانت عمرة الحديبية وتحللوا قبل أن يأتوا إلى البيت، وكانت المعاهدة والاتفاقية بأن يرجعوا ويأتوا في العام الآتي يعتمرون، لهم حق أن يعتمروا ولا لا بالاتفاقية؟ جاءوا إلى مكة طافوا ساعة ولا لا؟ انتهوا. لم يسمح لهم صلى الله عليه وسلم بأكثر من 3 أيام، وهي المهلة التي أعطوها في العهد، وتمكثون 3 أيام وترجعون عنا، تخرجون عنا. فلما جاء صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، الذين جاءوا معه في عمرة القضية منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، فلم يسمح صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من الأيام الثلاثة فقط التي اتفق عليها مع أهل مكة مع المشركين سابقا، ولأن المهاجر إذا هاجر من بلد في ذلك الوقت وكانت الهجرة ركن كالصلاة والصيام، ثم بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، إنما هو جهاد ونية، فلم يسمح لهم مخافة أن يجلس أكثر من 3 أيام فيحن إلى وطنه الأول فيبطل هجرته التي كتبت له وأصبح بها في عداد المهاجرين الأولين. حتى قالوا قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية أرسل رجلين يخطبان له، ميمونة بنت الحارث، وخطباها له، وبعدما تحلل تزوجها. انقضت الأيام الثلاثة فجاءوا وقالوا ناشدناك بالله وبالعهد الذي بيننا أن تخرج عنا، خلاص انتهت الأيام الثلاثة وفي بالعهد. فقال سعد بن عبادة لما قال اطلع عن أرضنا وإيش وديارنا، قاله كذبت، ليست بديارك ولا إيش ولا بلادك.
فأمهله صلى الله عليه وسلم قال: يا هذا، لقد تزوجت امرأة منكم، أمهلونا حتى نولم عليها ونطعم الطعام ونأكل وتأكلون معنا. قال: لسنا في حاجة إلى طعامك، اخرج عنا. فأمر بالرحيل. إذن أحد أمره، من حيث أن المهاجر إذا جاء إلى مكة ليس له أن يقيم أكثر من 3 أيام، أو من جهة أخرى عثمان ولي أمر المسلمين وله الحق أن يجلس في مكة، وإذا مكث فيها مكث في ولايته، بل وتجب عليه الجمعة وإن كان مسافرا، لأن الوالي حيثما انتقل فهو في ولايته، وينعقد به عدد الجمعة. إذن خارج عن هذا الباب. ثم ان عثمان ما قعدش يوم ولا يومين ولا حتى استوفى 3، ده وقت ما غلق حينما انهى رحلته لم يحط رحلة، يعني الرحل على ناقته على ما هو عليه، زادوا زواده على رحلته، ما بات ولا ليلة، كان من حقي ان يستوفى ولو بعض الليالي 3. اذا عثمان رضي الله تعالى لم ينظر الى مدة المهاجر 3 ايام، انما نظر الى اخلاص عمله للعمرة، وانه جاء خاصا لاداء العمرة لوجه الله. بعض الناس يقول: لقد تعجل ليرجع الى المدينة لادارة امر الامة، لانه امير المؤمنين ومسؤول منها. يعني يوم واحد يوم اللي حيعطل، طب ما هو غايب عنها 10 ايام او 8 ايام مدة الطريق، وسيضيف له هذا يوم الايام. انما اراد ان يبين بانه ما جاء الا لهذا الغرض، والله تعالى اعلم. وانتم تعلمون ايضا في حديث الصلاة: ثم خرج الى الصلاة لا يخرجه الا الصلاة. كان له بكل خطوة يخطوها ايش؟ حسنة، ترفع له درجة، تمحى عنه خطيئة. ليش؟ لا يخرجه الا الصلاة. وكان بعض العلماء او بعض السلف، الواحد منا يعني في حياته يلزمك حاجة من السوق وانت ماشي، لا لما راح اصلي اجيبها، يحصل هذا ولا لا؟ كان بعض السلف اذا خرج وله حاجة لا يشتري حاجته وهو ذاهب للمسجد، لا انا ذاهب للمسجد خاصة، بعد ما انتهت الصلاة هو حر، يرجع لبيته يشتري عازته، يروح محله، يروح دكان. خروجه من بيته الى المسجد ما الذي اخرجه؟ العازة ولا الصلاة؟ يخرج للصلاة المسجد خاصة، حتى لو كانت له حاجة لا يشتريها في طريقه الى المسجد، لان يكون خروجه للحاجة وللمسجد، لا يخلي الحاجة اللي يبغى يشتريها بعد ايش؟ بعد ما يصلي، لانه بعد ما ادى الصلاة خلص خروجه من بيته للمسجد. بعد ما انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما في مانع بعد هذا. إذن هذا الأثر يسوقه مالك رحمه الله عن عثمان ليبين أن الإخلاص في العمل والقصد والمجيء إلى البيت بقصد النسك مما يجعل هذا العمل أفضل من غيره، والله تعالى أعلم.